مساء الخير، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من الملف الحواري المباشر بكل حرية. اليوم الجمعة 29 مارس 2013، واللي باش نحاولوا فيه اليوم نطرقوا الموضوع حساس يشغل بال الرأي العام في تونس وكافة الأطراف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اليوم في بلادنا، ألا وهو تواتر الدعوة إلى الإضرابات وعودتها بقوة في المدة الأخيرة بين تحقيق المطالب الاجتماعية والحق الذي يكفله الدستور. اللي باش تحدثوا على الإضرابات في تونس، عن أسباب هذه العودة، موقف مختلف الأطراف منها، تأثيراتها وتداعياتها على مختلف الصعود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والانتقال الديمقراطي في تونس اليوم في مرحلته الثانية قبل الانتخابات، لنتساءل في مرحلة أخيرة عن المنتظر والمأمول فيما يتعلق بموضوع حصتنا اليوم. اليوم سعداء برشا باستضافة السيدة فريدة العبيدي، رئيسة لجنة الحقوق والحريات التأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي، عضو مجلس الشورى بحركة النهضة. مرحبا بك سيدة فريدة. مرحبا، شكرا. أهلا وسهلا. وأيضا السيد قاسم عفية، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل. مرحبا سي قاسم. شكرا. أهلا وسهلا. وأيضا الأستاذ مراد الحطاب، المختص في إدارة المخاطر الاقتصادية. مرحبا وبك أكثر عيش. ونحن أيضا في انتظار سيد خليل الزاوية، وزير الشؤون الاجتماعية، للالتحاق بنا بعد قليل لإثراء الحوار. كما ستكون معنا الأستاذة كلثوم كنو، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، عبر الهاتف. رقم هاتفنا 71-280-089 71-280-089 للتفاعل معنا وأبدأ أراءكم من موضوع حصتنا الليلة أو طرح أسئلتكم على ضيوفنا. هذا أيضا على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحة التلفزة الوطنية التونسية. قبل ما نبدأ في موضوع حصتنا الليلة، هذا التقرير من أعداد زميلنا فطين حفصية اللي تطرق فيه للمسألة هذه من مختلف جوانبها، نتبع ثم نعود. فضل. لم تتوقف الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات في تونس منذ سقوط نظام بن علي، فلا يكاد يمر يوم حتى نسمع عن اعتصام جديد لعمال المصانع أو موظفي المصالح الإدارية والإطناب في المطلبية وتحسين الوضعية المالية والمهنية. وفي الآونة الأخيرة تصاعدت نوعية جديدة من الإضرابات، وهي الإضرابات القطاعية المرتبطة بالمصالح المباشرة للمواطنين، على غرار قطاع النقل كما هو الحال في الوكالة الفنية للنقل البري التي يستمر فيها الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، أو قطاع المخابز من خلال إضراب عمال المخابز في الأسبوع الأول من عطلة الربيع، وقطاع الغاز المنزلي بعد إضراب عمال نقل المحروقات. وما عاشته العاصمة وبعض المدن الأخرى منتصف هذا الشهر على إثر إضراب أصحاب سيارة التاكسي الفردي. ومن الإضرابات ما نفذ في بعض الأحيان دون سابق إعلام، على غرار الإضراب غير المعلن الذي نفذه سواق القطارات والذي تعطلت على أثره مصالح المواطنين والطلبة والتلاميذ والعمال، والأمثلة على ذلك كثيرة في هذا الاتجاه. لكن هذا لا يعني أن كل الإضرابات التي تم تنفيذها جرت على هذه الشكلة، فهناك إضرابات تم فيها تقديم الخدمة الدنيا، على غرار إضراب القضاة ليوم الخميس والإضراب العام الوطني الذي جرى تنفيذه يوم جنازة الشهيد شكري بالعيد في 8 فبراير الماضي. إن ضمان الخدمة الدنيا في فترة الإضرابات يعتبر حلا مثاليا لجميع الأطراف، ويعكس قفزة نوعية في الحراك الاجتماعي في بلاد عاشت ثورة وتستوجب نوعا حديثا من هذا الحراك بما يتماشى ومتطلبات الشعب، ويحيلنا إلى طور جديد في مستوى المعاملات الحضارية الراقية والمتناغمة مع مبادئ ثورة الحرية والكرامة. ولئن تضاربت المواقف بين المؤيد والمعارض لموجة الإضرابات، فالأكيد أن التظاهر والإضراب هو حق نقبي أساسي، بل أكثر من ذلك هو ظاهرة صحية في مجتمع يتحسس طريقه نحو الديمقراطية الحق. وباعتبار أن هذه الموجة تعتبر مجالا رحبا لتصحيح المسارات وتعديل لوضعية معوجة ولم تستقم في سنوات التصحر السياسي التي عانى منها الشعب التونسي طيلة عقود. ويرى مراقبون أن الإضراب عن العمل الذي يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والأطراف الاقتصادية دون توفير الخدمة الدنيا يعتبر غير مقبول في فترة حساسة تستوجب اليقظة والتحفز من أجل الخروج من الوضعية الحرجة. فكيف يمكن تحقيق هذه المعادلة؟ ممارسة الحق النقبي من أجل تحقيق المطالب دون المساس بمصالح المواطنين وتعطيلها.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب بالسيد خليل الزاوي وزير مرحبا الشؤون الاجتماعية. مرحبا بك سيد الوزير، كما سيكون معنا بعد قليل مع الأستاذ كلثوم كن والسيد محرز الدريدي المكلف بالملف النقابي بديوان وزير النقل. نبدأ معك سي مراد، ناخذ معطيات رقمية عن مختلف الإحصاءات المتعلقة بموضوع حصتنا الليلة، الإضرابات اليوم في تونس من حيث نوعيتها وعددها في مختلف مناطق الجمهورية. مرحبا. أولا أنا لاحظت في البداية أنه فما غياب للإحصائيات ولوحات القيادة فيما يخص الإضرابات بصفة عامة بموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا ما يخليناش نجم نقيم الأمور بطريقة علمية وتكون عندنا رؤية استشرافية معناها على مستوى التيقظ. الإحصائيات الموجودة الكل تقريبا مصدرها قواعد البيانات نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل والتصريحات وكالة تونس تفريق الأنباء، وبالتالي العمل اللي موجود تو قدامي هو عمل نتاع يعني جمع معلومات أكثر منه أي حاجة أخرى. وكما أكدت لك الموقع نتاع وزارة الشؤون الاجتماعية خالي تماما من أي معطيات رقمية فيما يتعلق ب معطيات كمية نحكي. احنا نعرفوا بصفة عامة اللي القطاعات اللي تأثرت بالأساس هي الصناعات المعملية والصناعات غير المعملية. النشاطات التسويقية اللي هي تقريبا مثل 90% من خلق الثروة في تونس ما تأثرتش برشا. الإضرابات بين 2012 و2011 تراجعت ب 30% تقريبا، وهذا مؤشر جيد. وكان ممثل تقريب يعني في حدود 426 مؤسسة عام 2012 و391 مؤسسة عام 2011. ثم تراجع كذلك على مستوى الاعتصامات ب 28%. الإضرابات مست إلى حد ما القطاع الخاص بنسبة عالية تقرب ل 60%، أكثر من القطاع أكثر من القطاع العام. تركزت الإضرابات أساسا في صفاقس وبنعروس وتونس مناطق صناعية بالأساس. بالضبط. نسبة الإضرابات الشرعية يعني اللي فيها إشعار وفيها تمشي وفق التراتيب القانونية بالضبط هي في حدود 80%. نسبة المشاركة في الإضرابات هي في حدود 85% إجمالا. ولاحظنا زاد كذلك ارتفاع في الإشعارات، يعني أنه الاتحاد العام التونسي للشغل تلويح بالإضرابات مستقبلا، لا الإشعار القانوني. الإشعار القانوني ارتفع ب 36%، وهذا يدل على نوع من الرصانة وتمكين السلطة من أخذ الوقت اللازم قبل ما يبدأ الإضراب. بالنسبة للإضرابات مست قطاعات كما قلنا الصناعات الميكانيكية ب 12%، النسيج والملابس 10%، ثم بعض قطاعات أخرى تقريبا على مستوى الصيانة وغيره ب 24%. أيام العمل الضائعة عام 2011 كانت 181 ألف يوم ضائع، وكانت عام 2012 164 ألف يوم، وهذا مؤشر إيجابي. ثم تراجع يعني بين 2011 و2012 و2013 ثم تراجع، لكن نجموش نعرفه في ثلاثة أشهر الأولى على الأقل الشهرين الأولانيين اليوم في 2013؟ أي فما زيادة ب 30% من الإضرابات، ونسبة المساهمة في الإضرابات هذه 85%، وارتفاع أيام الإضرابات كان في الشهرين الأولانيين من 2012 كان تقريب 2013 ولا من 2012 كان مقارنة كان 13574 يوم، وفي 2012 كان 12715 وارتفع إلى 13574 يوم عمل ضائع تبعا للإضراب في الشهرين الأولانيين من 2013. طيب، وهذا اللي يشرع أو يخلينا نطرح الموضوع اليوم. في صحيح فما تراجع، معناها يعني تراجع نسق يعني تنازلي في عدد الإضرابات يعني ونسقها من 2011 2012 ولا 2013، لكن اللي يشرع اليوم أنه مش نعود نطرح الموضوع أنه لاحظنا في المدة الأخيرة فما تزايد. سيد الوزير، موقفكم أنتم من العودة اليوم للإضراب رغم التراجع الملحوظ مقارنة بالعامين اللي فاتوا؟ هو الأرقام اللي قدمها الأخ فيها جانب صحيح، لكن فيها زادة جوانب مازالت ماهيش مدقة بالقدام. أنا الشيء اللي لاحظوه أول حاجة منذ سنة 2012 هو التراجع الكبير لعدد الإضرابات الغير مؤطرة، خاطر 2011 كانت معناها عدد إضرابات غير مؤطرة يعني مؤسسات ما فيهاش نقابات أو النقابات تم تجاوزها من الأجراء ويقوموا بالاعتصامات والإضرابات بدون أي تأطير وبدون إعلام وبدون بلاغ. التراجع وقع في أنه
نسبة الإضرابات المؤطرة من النقابات اللي يقع فيها إعلام واحترام التراتيب القانونية هي اللي ارتفعت معناها ما يفوت 75%. يعني نسبة الإضرابات الغير مؤطرة نقصت برشا، والاعتصامات العشوائية معناها تلاشات، تكاد تكون تلاشات، تقع في بعض الحالات عندما معناها في ظروف معناها خاصة، معناها ما عادش الظاهرة الكبيرة متاع إيقاف الطرقات، وهذا الإيجابي. لكن نسبة الإضرابات كي قارنوها 2012-2010 معناها ما بين 105%، معناها 2012 نسبة الإضرابات بالنسبة ل 2010 معناها الدبل، مضروبة في اثنين. مفهوم علاش؟ هذا مفهوم سياسي قبل اليوم. أنا هذا لا، رغم سنة 2010 راهو ما كانش تم منع الإضرابات راهو، لكن معناها وضعية متاع ثورة متاع مطالب اجتماعية يلزم نكونوا متفهمينها، في وضعية متاع ثورة الأجراء يطالبوا بتحسين المقدرة الشرائية متاعهم، لكن لازم هالإضرابات هذه تكون منظمة. معناها اليوم ثم موجة جديدة من الإضرابات، احنا عددنا في حسينا في الشهرين هذوما يعني مارس وأبريل قربت 50 برقية إضراب. لا مش معناها أنه الإضرابات باش تقع، أنا مثلا مثال ديوان مواني الجوية كان ثم إضراب ثم تم الاتفاق وتم إلغاء الإضراب نهائيا، في بعض الأحيان تقع الإضرابات. احنا المهم هو أن الإضرابات تكون مؤطرة وتكون معناها منظمة ومبرمجة من قبل، وتكون ثم حوار، هذا يمكن من تجاوز طيب. الإشكالات. وعند حدوث الإضرابات ماذا بينا معناها أنه وهذا يزم حوار فيه ونقاش فيه حول معناها إيش نجم نعمله باش نخليه الخدمة كما وقع في إضراب المواني البحرية. النقابات قررت أن المسافرين الرحلات المسافرين عن طريق البحر يقع معناها توفيرها، وأضربوا على الجوانب الأخرى يعني السلع ونقل السلع عن طريق البحر، وهذا معناها يمكن أن الخدمة العمومية. كيف يمكن أن نضمن الحق النقابي دون تعطيل مصالح الناس ومصالح هذا ما تروح للنقاش. نعم. لكن لازم ديما نأكدوا على فكرة أساسية، حق الإضراب هذا حق معناها لا يمكن التراجع فيه. طيب. ولا يمكن أن نقبل معناها أنه في تونس ما بعد 14 جانفي أنه حق الإضراب يقع المساس به. تنظيم من بعد الإضرابات كيفاش نعملوا الخدمة المينيموم، سيرفيس مينيموم يعبروا عليه بسيرفيس مينيموم، هذا يقع فيه النقاش ويضبط بالاتفاق مع النقابات وممثلي العمل. طيب. سؤالنا المحوري في الجزء الأول معنا نكمل معك سيدة فريدة، هو لماذا هذه العودة، لماذا هذا الرجوع إلى النسق يعني الكبير شوية للإضرابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة هذا سؤال يتوجه يمكن الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره هو الطرف المباشر لهذه العملية، لأنه يعني سيد الوزير الآن قدم معطيات، والمعطيات هذه تعتبر إيجابية إذا كان رينا لنسبة الإضرابات اللي أصبحت مؤطرة، هذا إيجابي لأنه يعني عملية المقارنة تخلي أنه نسق الإيجابي نتاع الإضرابات قاعد يتغير، ولعل ذلك معناها ما أدى إلى أنه في سنة 2011-2012 معناها فما نسبة نمو مرتفعة، يعني هذا معناها عامل من عوامل إيجابية. الآن أنا السؤال اللي تطرح وكما قال نأكد على مسألة هو حق الإضراب، الآن لسنا في وضعية أنه نتمسك بالإضراب باعتباري حقا، هذه نعتبرها من المسائل المحسومة الحقيقة وليست للنقاش وليست الآن محل جدال، ولكن شو الأسباب اللي تدعو إلى معناها موجة الإضرابات هذه، خاصة أن الأطراف الاجتماعية أمضت العقد معناها اجتماعي المفروض فيه أن المرحلة معناها المرحلة ما بعد إمضاء هذا العقد تكون مرحلة إيجابية فيها قدر من الاستقرار يعني اجتماعي اللي يخلي ممكن نسق الاقتصادي يتطور. نعم. أكثر من مما قبل. طيب. مش عارفة معناها شنو الأسباب، هذا نطرحوه. طيب. على الأمة اللي معنية. نعم. بهذا. نعم. السؤال المباشر، ولو أنه سؤال يطرح مش على الطرف المقابل الاتحاد، يطرح على الأطراف الاجتماعية بعدين نقيم الأسباب. السؤال ليكم سي قاسم عفية، لماذا هذه العودة معناها بشكل كبير وخاصة في قطاعات حيوية كبيرة؟ أولا نحب نأكد على أن الإضرابات مقارنة بالسنوات الفارطة قلت وما زادتش.
وإذا كان نعمل مقارنات دائما لو بدل نحاول نضبط مقارنات بسنة 2010 ما نعرفش شنو الغاية، ولكن نحب نرجع حتى أكثر، لأنه إحنا في 2006 عملنا 587 إضراب. بالنسبة لسنة 2013 هناك العديد من برقيات تنبيه بالإضراب نعم، ولكن سيد الوزير نفسه يعرف أنه العديد من هذه الإضرابات يقع البرقيات الإضراب، رغم اللي هي إحنا فيما يتعلق بالتنبيه أجل 10 أيام احنا رانا مؤاخذين من طرف منظمة العمل الدولية عن هذا الإجراء باعتباره أنه إجراء مخالف فيه للتوجهات الموجودة العامة الدولية في أنه للنقابة الأساسية حق الإعلان الإضراب متى شاءت وما رأت أن ذلك من مصلحتها في أن تدافع على منخرطين المنظورين بتاعها. اللي نحب نأكد عليه هو أنه جزء كبير ياسر من هذه الإضرابات ناتج عن عدم تطبيق الحكومة أو الأعراف أو رؤساء المؤسسات لما يقع الاتفاق فيه. نعطيك بعض الأمثلة بعجالة، رغم الغلال مشط للأسعار والناس الكل نعرفوه، ثم بعض قطاعات من 2011 ما خذتش الزيادات، زيادات 2011 ما خذتهاش، ثم بعض قطاعات أخرى، هذا نحكي على بعض القطاع الخاص، قطاعات أخرى أنه وقع الاتفاق على الزيادة في الاتفاقية والأعراف يرفضوا الزيادات. البعض الآخر يضع من العمال معناها وقت ورقة ضغط ورهينة في يديهم، معنا مثل عديدة اليوم المخابز لو غدوة كان يتجبروا العمال المخابز على أنهم يضربوا تو تقوم الدنيا وما تقعدش على الاتحاد العام تنشل الشغل، في حين أنه الأعراف اليوم طالبين من الحكومة أنه بما أنه هو قطاع مدعم طالبين من الحكومة أعطينا الدعم باش النجم نزيده. نفس الشيء بالنسبة للمقاهي، شوش قالوا الأغلبية كي نقول القطاع، هناك استثناءات لأنه في قطاعات أخرى رغم أنه موقعش مثلا في قطاع المطاحن موقعش تقديم الدعم، ولكن بعض الأعراف قد تبقوا الاتفاقية، بعض الأعراف الأخرين ما يتبقوش الاتفاقية. اليوم المقاهي قالوا زيدونا في صوم القهوة، الدنيا غلات، السكر غلي، القهوة غلات، زيدونا في صوم القهوة، تحبونا نزيدوا، زادوا، ولكن زادوا قالوا لهم لا أعطيونا تعهد كتابي أو نص كتابي في أنكم ما تتراجعوش. إذن أمام الوضعية هذه، هل أن إحنا مجبورين باش ندافعوا على الحد الأدنى متاع حياة كريمة للأجراء واللي إلى جانب أنه القطاع العام اليوم في عديد القطاعات متاع القطاع العام هناك اتفاقيات وقع الاتفاق فيها وما تتبقش. يعني هنا نسأل السادة في المجلس التأسيسي واللي هو ما زاد فيهم وكذلك حتى في الحكومة، علاش ما يسهلوش هالمسائل هذية، وخاصة أنه العديد من المسائل الإجرائية في ديهم هم مش في دينا احنا. احنا اندراش ندافع عن شنو دورنا، احنا شندافع على قوت العامل، على أجرة العامل، على الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعامل. وبعد تالي وقت اللي نتلزوا ساعات قال السيد الوزير أنه بعض العمال تتجاوز النقابات، ونحن ما نجموش حتى كان تجاوزونا وجبرونا على أن نلقارواحنا في الوضعية هذه. نحب نأكد على أن ما نجم يقولوا إلا عندهم الحق. طيب ورانا مسندينهم. نعم. سؤالك موجه للسيد الوزير وسيدة نائبة، لكن عندك تعقيب قبل تعقيب. بالنسبة لأسباب الإضرابات بصفة عامة هي تتمحور حول معناها حاجتين، أولا تحسين ظروف العمل 45% وخلاص الأجور 35%. اللي حبيت نقوله مع الأسف في غياب دراسات تقييمية المفروض أن تقوم بها السلطة في تونس، دراسات يعني تكون واضحة، أنه الإضراب بصفة عامة هو شكل من أشكال المخاطر النظمية. يعني المخاطر النظمية هي المخاطر اللي ما تمسش قطاع برك لكن تنجم تأثر في عدة قطاعات، وبصفة عامة الإضراب يقع الالتجاء ليه حل أخير، كشكل من أشكال المخاطر كحل أخير، معناها بعد استنفاذ كافة أساليب التفاوض وغيره وغيره، لأنه حتى العامل بنفسه ما يساعدوش أنه يدخل في الإضراب لأنه ما يخلصش فيه من ناحية، ولأنه نجم يكون عرضة للانتقامات والتشفي وغيره وغيره وغيره، وثم برشا مناضلين من الاتحاد بصفة عامة هما عرضة للانتقامات هذية وردود الفعل السلبية. لكن اللي حبيت نقوله أنه اللي حبيت نقوله بصفة عامة أنه بالأساس معناها نحكي من ناحية فنية أنه إدارة الإضراب هي كما إدارة الأزمة ولا إدارة المخاطر،
نجم تمشي في ثلاثة محاور. هذا باش نحكيو عليه بعد شوية أستاذ أيه. مراد، لكن خلينا ناخذ اتصال هاتفي من الأستاذ كلثوم كنو رئيس جمعية القضاة التونسيين، وبعد سي محرز الدريدي قبل ما يجاوب السيد الوزير والسيد النائب على أسئلة سي قاسم معفية. سيدة كلثوم مساء الخير. يبدو أن الهاتف مجهز. باهي سيد الوزير اسمعنا، يعني سيدة فريدة يعني السؤال يوجه إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، ولو أنه يتوجه لأطراف الاجتماعية الكل المدخلة في العملية، يعني هل بالفعل الحكومة يعني تنصلت من بعض وعودها وما أمضت ومتفقت عليه مع الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق؟ لا يعني ثمش تنصل على الوعود، ثم إشكاليات في التطبيق، إشكاليات في التطبيق وفيه يقع فيه التفاوض. مش نعطيك مثال واللي بالاساس احنا الاضرابات اللي مات في المؤسسات العموميه، الاتفاق اللي تم امضاؤه هو الزياده في بنسبه توظف على كتله الاجور. ساعات الخلافات هي على ما معنى كتله الاجور، ما يمكن احتسابه كتله الاجور. يمكن المواطن العادي يقول له كتله اجور نحسب الشهري الكل نتاع الاجراء ياخذوه مدة سنة ونحسب عليها النسبة، نقولوا باش نزيدوا مثلا 5% على كتلة الأجور. 5% هذيك على كتلة الأجور، ثم يقع توزيعها، كل صنف من الأجراء باش ياخذ زيادة معينة. الاختلاف ساعات يقع في احتساب كتلة الأجور، لأنه كتلة الأجور في تسيير المؤسسات يقول لك نحسب عديد المنافع. مثلا يقول لك أنا تذاكر الأكل يقع احتسابها، فمش طالبوا انه يقع احتسابها باعتبارها مصاريف اجور. يقول لك حتى المصاريف اخرى فيما يخص مثلا ال 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 الاستهلاك الوقود يعطيه ولا لا لا يقع احتسابها. فهذيك الاختلافات تقع بين النقابه والمؤسسه حول كيف نحتسب كتله الاجور، وهذا يقع فيه التفاوض، ساعات تقع فيه اختلافات. هذا مثال خذوا مثلا ديوان المواني الجويه، كانت الاختلاف على النقطه هذه ثم تم معناها الغاء. انا نحب فما رقم نحب نعطيه هو مهم، معناها 75% من برقيات الاضراب معناها ما يتم تلافي الاضراب فيها، معناها الاضرابات اللي تقع هي 25% من برقيات الاضراب، لانه بالتفاوض نحل 75% من الاشكالات. هذا مهم زاد راهو باش نعرفوا انه الحوار الاجتماعي عنده فعاليه، الحوار عنده فعاليه بانه ثلاثة ارباع الحالات يتم فضها بدون الوصول أنه بدون الوصول الى قيام الاضراب. واضح. سيدة فريد، المجلس التأسيسي اليوم وهو السلطة التشريعية رقم واحد ولا السلطة التشريعية الوحيدة خلينا نقول اليوم في المرحلة الانتقالية هذه، شنو هو دوركم لهنا في المسألة؟ خليني فقط أنا وقت اللي قلت نرجع للاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار البحث عن أسباب عودة موجة الإضرابات وليس الأسباب الحقيقة للإضرابات، لأنه المعلوم معناها بالضرورة أنه أغلب أسباب الإضرابات هي مطالب اجتماعية. ولكن إذا كان احنا لاحظوا أنه في السنة الماضية تقريبا تسمى أرفع نسبة أجور معناها شهدتها القطاعات كسواء القطاع العمومي ولا الخاص، ونلقاه بعد ذلك موجة متاع إضرابات، الأصل فيه أن نسأل عن الأسباب. إذا كان من بين الأسباب كما أذكر معناها سي قاسم أنه مثلا تنصل الدولة من الالتزامات في الاتفاقيات متاعها، هذا قد يكون سبب من الأسباب إلى عودة موجة الإضرابات وليس البحث عن الأسباب الحقيقية للإضرابات، هذا معلوم بالضرورة. المسألة الثانية، أنا والله مش عارفة سي قاسم وقت يقول منظمة العمل الدولية أخذ فينا على الإشعار بالإضرابات، لأنه كي نرجعوا احنا الاتفاقية 154 ولا نحكيه على العهد الدولي للحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية في المادة 8، وقت تقول راهو يعني ترتيب الحق الإضراب يكون حسب البلد، يعني حسب التشريعات للبلدان معناها التشريعات المحلية للدول، يعني هذا ما يصدرش حق. أنه معناها إذا كان نحن عنا في القانون متاعنا تنظيم الإضراب في مجلة الشغل والتراتيب الإجرائية، هذا ما في ما نتصوروش اللي هو لا يخالف منظمة العمل الدولية ولا يخالف الاتفاقية متاع المفاوضات الاجتماعية 154. المسألة الثالثة، شو دور المجلس الوطني التأسيسي؟ معناها المسائل الإجرائية اللي من شأن المجلس الوطني التأسيسي أنه يساهم فيها. إذا كان دور إجرائي هو المجلس الوطني التأسيسي، الجانب التشريعي هو أنه يصادق على الاتفاقيات
او على كل ما يتعلق بالاتفاقيات معناها اللي فيها علاقه بالقروض او يعني او المعاهدات والا الاتفاقيات الدوليه. واخر اتفاقيات معناها صادق عليها المجلس الوطني التاسيسي 141 141 و 144 و 155 و55 وكلها يعني اتفاقيات مهمه وصادق عليها المجلس الوطني التاسيسي. واذا وقت اللي صارت جلسه ممتازه في المجلس الوطني التاسيسي في امضاء العقد الاجتماعي، هذه من بين المسائل اللي حضر فيها المجلس الوطني التاسيسي. ولكن شنو هو المسائل الاجرائيه؟ نحب الدور معناها الاجرائي الفني للمجلس الوطني التاسيسي اللي نجم يقوم به. اذا كان عندنا قانون باش يتعدى معناها عنده علاقه بالمفاوضات الاجتماعيه ولا عنده علاقه بالاضراب ما وصلناش، ولا عنده علاقه بالدوله من شانها تسريع في المفاوضات هذا ما وصلش. يعني المساله اللي تهم مباشره المجلس الوطني التاسيسي هذا ما صارش، هو بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. اما كسلطة تقول لي يعني انت كسلطة قد يكون عنده دور في اداره الحوار، قد يساهم في بشكل اخر في الحوار بشكل خاص باشكال غير مباشره ايضا، باشكال غير مباشره. ولكن المسؤوليه القانونيه او التدخل القانوني للمجلس الوطني التاسيسي هذا اذا كان فما طرف من الجهات قدم معناها مشروع اللي من شانه انه يسرع المفاوضات او يتدخل في الاجور او غير ذلك. طيب معنا باش نجيك سي قاسم، باش نجيك سي قاسم، خلينا ناخذ السيده كلثوم تستنى فينا على الهاتف باش نرجع معك سيد قاسم. قبل زاد من بعد ما ناخذ سي محرز الدريدي، هو الاضرابات الكل ما كانتش زاد مطلبيه من حيث معناها اجور او وضعيات، ثم اضراب القضاة كان عنده يعني صيغه اخرى. السيده كلثوم كان رئيس جمعيه القضاة التونسيين، مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير. مرحبا يا سيدة كلثوم، خلينا نسألك إضراب القضاة، الإضراب ثم بعد يعني قبل ذلك نحكيه على المطالب. إضراب للقضاة تشمل تقريب بكافة المحاكم في الجمهورية التونسية، يعني ما هي المطالب اللي حقيقة حسب ما وصلنا أنها مهيش مطالب اجتماعية لوضعيات القضاة، ثم إضراب وماذا بعد؟ كنا سيادتك قلت احنا جمعية القضاة التونسيين دعينا في مناسبتين إلى الإضراب، يعني السنة الفارقة في شهر جوان، منتصف شهر جوان، والأمس دعينا كذلك إلى إضراب كان ناجح لأنه نفذه جميع القضاة تقريبا في محاكم الجمهورية. احنا إضرابنا ما عندوش بعد اجتماعي معناها، ولكن احنا السبب الإضراب بتاعنا يعني أول حاجة كان في السابق من أجل التعجيل في سن قانون الهيئة الوقتية التي تحل محل مجلس الأعلى القضاء، واللي هذا معناها يظل مطلب نتاع مش القضاة الكل برك ولا إنما القضاة والشعب، لأنه ما يمكنش أنه يبقوا القضاة بدون مؤسسة دستورية تشرف عليهم ويبقوا في حالة فراغ مؤسسات يخلي أنه السلطة التنفيذية تستفرد بكل القرارات اللي تهمهم. هذه إضرابنا كان السنة الفارقة من أجل التعجيل، لكن للأسف لم يستجب لهذا الطلب وتم تعطيل سن هذا القانون. معناها سنة أخرى تمر، ولكن لا أقول هنا وتوجه إلى السيدة العبيد اللي هي عضو مجلس التأسيسي وأقول لها سنة أخرى تمر ونحن أمام هذا الفراغ المؤسساتي، قينا معناها ننتظر، ولكن انتظرنا ولوحنا بالإضراب منذ 23 فيفري، يعني جمعية قضاة التونسيين قررت الإضراب تنفيذ إضراب في منتصف الشهر هذا معناها شهر مارس للتسريع في اختيار القانون. صحيح أنه عرضوا أو انتهوا إلى صياغة مشروع، لكن المشروع هذايا بعد أن طلعنا عليه نقاوه مخالف تماما للمعايير الدولية ويمس معناها واضح وصريح باستقلالية هذه الهيئة، لأنه في تركيبته باش يكونوا متواجدين غير قضاة. وإحنا قلنا وإحنا كجمعية قضاة التونسيين قلنا بالأمس أننا أضربنا ضد هذه الهيئة، ضد تأسيس هذه الهيئة، لأن وجود غير قضاة وخاصة معناها أعضاء من مجلس تأسيسي وأعضاء يعينهم معناها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، هذا تداخل صارخ وفاضح معناها في السلطة التشريعية والتنفيذية في السلطة القضائية، وتواجد السياسيين في هيئة قضائية هذا من شأنه أن يفسد القضاء، لأنه ما يمكنش أنه معناها سياسيين يتواجدوا بطبيعة الحال سيؤثر معناها باش يقوموا بالتأثير هذا حتى وجودهم، لأنه القضاء التونسي عانى لمدة سنوات
وعشرات السنين من التسييس واللي هو في الأصل ضر المواطن التونسي. وبالتالي أن إضراب القضاة هو في الأصل لمصلحة المتقاضي. نحن لا نطالب بأشياء لأنفسنا، لا نطالب بامتيازات للقاضي، وإنما ما نطالب به هو أن تكون لنا هيئة مستقلة تشرف علينا، وهذه الهيئة معناها هي هي المدخل اللي نعتبرها احنا مدخل لإصلاح القضاء، ولا يمكن بأي حال وتحت أي غطاء أن يتواجد معناها من غير القضاة سياسيين في هذه الهيئة، لأن هذا معناها باش يحط الهيئة في وضعية خطيرة جدا، وهذا سيكون معناها الحقيقة معناها عنده تبعات وخيمة على القضاء في المستقبل. واضحة الفكرة سيدة كلثوم، كانوا رئيس جمعية القضاة التونسيين، شكرا لي كنت معنا عبر الهاتف. به قبل ما تعقب سي قاسم، سؤال موجه ليك مرة أخرى سيدة كلثوم، ولو أنه سيدة فريدة عفوا، ولو أنه زاد فما يعني إيش معنى الحكومة فما تداخل، يعني الموضوع الرئيسي والمطلب الرئيسي هو استقلالية القضاء عبر هيئته المستقلة اللي طال انتظارها واللي في تركيبتها زاد فما شوية لوم بتدخل الحكومة، وسؤال كان موجه ليك سيدة. خليني في البداية الحقيقة الحديث عن طبيعة الإضراب، لأنه يعني بالفعل كي نحكيه على مفهوم الإضراب أولا فماش معنى موحد ودقيق للإضراب رغم الإقرار بالإضراب كحق معناه يمارس. نعطي تعريف فقط الغرفة الاجتماعية لمحكمة التعقيب الفرنسية، تعرف الإضراب في هذي في 2 فيفري 2006 على أنه توقف جماعي عن عمل متفق عليه وكامل من أجل مطالب مهنية تقدم لصاحب العمل. يعني تقريبا فما إجماع على أنه الإضرابات يعني في أغلبها إن أقول في جلها هي مطالب من أجل تحقيق يعني مطالب مهنية، يعني هذا هو المفهوم الإضراب. أما أنك أنت تفصل بين الإضراب المهني والإضراب السياسي معناها نسأل هذا الأستاذة كلثوم وقت تقدم تقول أنه الإضراب هذا نتيجة معناها عدم تفعيل الهيئة الوقتية للقضاء واللي هو نص عليه الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلطات، واللي سبق المجلس الوطني التأسيسي النظرة في هذه التركيبة، ولكن هذا المشروع لم يمر، وكان من الضروري بالقانون أن ننتظر 6 أشهر من أجل إعادة عرض القانون هذا على المجلس الوطني التأسيسي. الآن أن القضاة يجوا يقوموا بإضراب من أجل عدم رضاهم فقط، لا لأنه الحقيقة إذا كان أنا أقول رأوا القضاة عملوا بإضراب ومن حقهم هذا باش يقوموا بإضراب، رغم انه في العديد من الدول هذا ممنوع من القضاء بناء اضراب القضاة، هذا موجود ضمن الخدمه الادنى هم في لا لا في خليني الإضراب. انا هذا الحد الادنى، ولكن نحكي حتى في مفهوم الاضراب في قطاع القضاة وهذا حقهم كما قلت، ولكن كما نشوفوا كي قارنوا احنا المعايير الدوليه ونحكيوا المعايير الدوليه ايضا نلاحظوا انه في بقى في العديد من الدساتير الاضراب ممنوع اصلا بالقانون الى غير ذلك. اذا كان انت جي اليوم القضاة يضربوا لانه فما مشروع قانون مقدم والمشروع هذا لا يلبي يعني تطلعات القضاة، يعني وحتى كي نبحثوا في المضمون هذا إذا كانت تقول سيدة كلثوم أنه لا يراعي المعايير الدولية نقول هذا مبالغة، لأنه كي نشوفوا احنا التجارب والقوانين المقارنة خاصة في التركيبة المختلطة نجد أنه يعني تقريبا أغلب الدول فما زوز دول فقط اللي هما قطر ورومانيا لم تراعي التركيبة المختلطة بالنسبة للقضاة لسبب بسيط، لأنه السلطة القضائية القضاة ليسوا فقط معنيون بها بالسلطة القضائية، يعني تتداخل فيها عدة أطراف والمواطن هو طرف رئيسي في السلطة القضائية، وتركيبة القضاة أنه فما 10 قضاة منتخبين ثم 5 قضاة بصفتهم وخمسة أطراف أخرى تتدخل في السلطة القضائية، هذه ما هيش بدعة تونسية وإلا بدعة متعلقة بالهيئة الوقتية. هل أنا مسؤول؟ خليني نسألك سيدة فريد السؤال العادي، علاش القضاة هو اللي يعانوا من المجلس الأعلى للقضاء وكنا نعرفوا كيفاش يتم تعيين أعضائه، اليوم علاش القضاة ما ينتخبوش معناها هيئتهم منهم فيهم، علاش انتخابات وعلاش لازم فما تدخل من السلطة التنفيذية وما إلى ذلك؟ أنا ما قلناش السلطة التنفيذية الحقيقة ما فماش تدخل. لا سامحني، التركيبة نتاع الهيئة الوقتية للقضاء شنو تدخل السلطة التنفيذية فيها؟ ما فماش سلطة تنفيذية. إذا كان قلنا أنه 10 قضاة يقع انتخابهم وخمسة يقع انتخاب معناه تعيينهم بصفاتهم لأنهم قضاة، ثم تدخل طرف ثالث اللي هو معني بالشأن القضائي باعتبار كما قلت بالذات السلطة القضائية مش شأن القضاء فقط وتقريبا القطاع الوحيد، لأن القطاعات الأخرى إذا كان نحكي على المحامين ما فماش جهة أخرى تتداخل وإن كان المواطن ولكن ليس بصفة مباشرة، ولكن القضاء شأن آخر. وأنا قلت كل التجارب الموجودة أعطيت زوج تجارب فقط اللي هي معناها ما فيهاش التركيبة المختلطة،
علاش نقولوا انه خلينا نسال انا زاده اذا كان كل قطاع يتقدم مشروع معناها ما يلبيش التطلعات نتاعو يجي يضرب باش يعني يمارس ضغط باش يقع تحويل او تغيير في المضامين نتاع الهيئه الوقتيه للقضاء. يعني نعتبره هل هذا هو الاسلوب اللي تقول لي فما الحد الادنى من خدمات المواطن؟ يعني انت كي تسال المواطن هنا انه هيئه ما لبتش تطلعات القضاء ويجوا القضاة ويضربوا يعني هذا يسمى معناها مبرر اساسي لتعطيل الخدمات نتاعهم؟ اسالوا احنا المواطن ونقولوا له معناها وان كان انا قلت راهو من حقهم هذا معناها ما غير نناقش في حق الاضراب من عدمه. طيب باهي نرجع معك سي قاسم، اما خليني نسالك قبل ما تعقب على سيده فريده، في اليوم هناك من يتحدث على انه الاتحاد العام التونسي للشغل كما الحكومه ما قامتش معناها بالالتزام والإفاء بوعودها، يتحدثوا يحكيوا برشا معناها ملاحظين اليوم زاد فما شكون يحكي، وخلينا نكون صراحة الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل سياسه لي الذراع مع الحكومه المؤقته. هذا حكم جزافي ولكن هات نناقشوه فين يتجسد هذا، لان هناك انه من يقول لي ذراع الحكومه نشوفوه فين يتجسد، لان المساله مش احكام وانما بقدر المعطيات، لانه بالمعطيات نجموا نحكموا. طيب وخليني نرجع باش نعلق، لانه قالت انه الاتفاقيه الدوليه تقريبا 154 تنص على انه يقع تنفيذ الاضراب حسب القوانين، حسب القوانين المعمول بها في ذاك البلد. نعم احنا عاملين قانون نعملوا فيه المهله بعشر ايام يلزمها تتوجه للجهات المعنيه، ونحن نسائل لماذا يقع الموافقه على هذا القانون ولماذا لا يقع تطبيق المطالبه بتغييره، خاصه وان تونس مصادقه على الاتفاقيه اعتقد 89 الا تنص على الحرية النقابية، وفي الحرية النقابية ويعتبروا انه القانون الحالي متاعنا الاتحاد العام تونس الشغل موافق عليه بالتشاور او بالتفاوض مع الحكومة حاطت فيه الشروط هذه. الحاجة الاخرى فيما يتعلق بالمجلس التأسيسي، شنو هو دور المأسيسي؟ دور المجلس التأسيسي توا قلت سيادتك انه الجهة الشرعية الوحيدة، وهو كذلك لا نشكك في ذلك، ولكن بمصادقته اخيرا في لجنة صياغة الحقوق والحريات على فصل متعلق بالحق النقابي وحق الأضراب قد يضطرنا إلى الأضراب للدفاع من أجل الفصل هذا باعتبار نرجع له. ملحوظة أخرى ولو أنه ملحوظة من خلال المحادثة متعني، أني سمعت القاضية كنو قالت أنه هذا يعتبر مس من كرامة القاضي والدفاع المهني في أي قطاع كان هو دفاع مادي ومعنوي، وما أعتقدش أنه فما حاجة أهم من الكرامة فيما يتعلق بالمسألة المعنوية. طيب بالنسبة لسؤالي باش نجيك سي مراد، بالنسبة لسؤالي خليني بعد باش نجيك سيد الوزير، بالنسبة لسؤالي يعني الاتحاد ولا يتهم من بعض الأطراف أنه يمارس السياسة معاش الحق النقابي والدفاع عن منظورية من طبقة الشغيلة، الاتحاد اليوم يتهم فيه أنه يدخل في اللعبة السياسية مطالب سياسية بالأساس فقط لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية. ما ثم حتى أي مطلب وفرصة ليك ما ثم حتى أي مطلب سياسي معزول عما هو اجتماعي واقتصادي، وهذه قلناها دائما وابدا، احنا رانا نهتم بالشأن السياسي لأن تأشيرة الاهتمام بالشأن السياسي خلقت وولدت ونشأت مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لأنه نشأ في ظل الكفاح الوطني من أجل تحرير البلاد ومؤسسه وزعيمه دفع دمه من أجل تحرير البلاد. هذا واحد. اثنين، في كل المحطات في كل المحطات اللي تخلق الاتحاد في أبسط المطالب، أعطيني مطلب أبسط مطلب نقابي ولا تسميه أي طرف كان سواء الحكومة أو غيرها، هو مطلب ما هوش مربوط بالسياسة، زيادة في الأجور مطلوب بالسياسة مربوط بالسياسة، الكرامة مربوطة بالسياسة، غلال أسعار مربوط بالسياسة، تحسين الأجور مربوط بالسياسة، ظروف العمل مربوط بالسياسة. الحاجة الأخرى اللي يتهموا فينا اليوم بالسياسة، علاش مباشرة بعد 14 جانفي جاءوا عنا احنا ومارسوا معنا السياسة، وعلاش وقت اللي تعرضوا للتعسف وللضغط وللقمع ما قاو كان الاتحاد اللي جاي يدافع عليهم، علاش هذاك ما تسماش وقتها سياسة؟ إذا هذه ديما نقولوه وماذا بينا نتناو منها أو نعملوا لها برنامج نتاع أربعة خمسة أيام في أي مكان كان، أنه الاتحاد العام التونسي للشغل ولد وخلق ونشأ بالسياسة وتأشيرته خذاها من نضالاته ومن تضحياته ومن السجون ومن التعذيب ومن غيره، ولن يفرط فيها
مهما كان الثمن. سي مراد حبيت نعقب هنا على انه وكانه الاتحاد العام التونسي للشغل هو محور القضيه، هو مش صحيح لسبب بسيط. لحظه برك سمع، مش صحيح لسبب بسيط جدا، لانه اداره الشان الاجتماعي مربوطه باداره الشان الاقتصادي، مربوطه باداره الشان المالي، مربوطه بمنظومه السلع والخدمات، مربوطه بالسوق، مربوطه بمنظومه التشغيل بصفه عامه. وهنا نحب نذكر مثال، انا راهو التونسي عزيز، راهو عزيز نفس، معناها مش ديما يلحلح على ملاليم. في برشا حالات فما مؤسسات، نجم نذكر حتى على سبيل المثال فما مؤسسات ماليه كبرى في تونس اعطت المثال وناضلت لا لشيء اللي لانها طالبه اعاده نظر في طرق الحوكمه والتسيير. معناها التونسي هنا وشغال هو حريص على المؤسسه، يمكن في بعض الحالات اكثر حتى من من الاطراف الاخرى الخارجه عن المؤسسه. باهي، والتونسي تهمه برشا مؤسسته. لكن انا باش نرجع هنا للمشهد الاقتصادي اللي هو مربوط بالشان الاجتماعي، علما انه اداره الشان الاجتماعي لاحظنا خاصه في الفتره الاخيره انه على مستوى الحوكمه وعلى مستوى التواصل بين اصحاب الاعمال ولا بين الاداره ولا مسؤولي الاداره وما بين الشغالين كان تواصل فاشل. يعني ساعة ساعة يجي يخرج إنسان باش يهدي الأمور، يعني في وسائل الإعلام مع الشغالين تزيد تتفاقم الأمور، بصفة عامة المفاوضات تتم على أساس معناها حوار متعادل، ولكن نلاحظوا ديما اللي الشغال يتحط في وضعية أقل. على المستوى الاقتصادي هذا اللي يهمني أنا على الأقل في اختصاصي. احنا نقولوا اليوم تونس فيها نسبة نمو 3.6%، شكون عملها نسبة النمو هذه؟ الشغالين. معناها ما كانوش معطلين نسبة النمو، وهذا واقع، لأنه هذا خلق الثروة، هو خلق ثروة الاقتصاد التونسي واقتصاد خدماتي بالأساس. باهي، من ناحية أخرى العجز اللي موجود في الميزانية ما عملوهش الشغالين، دونك ما عطلوش. من ناحية ثالثة الشغالين رغم ارتفاع الأسعار المتنامي والسريع، احنا اليوم تو نشوفوا رسميا أنه فما توقعات خرجت حتى على مواقع رسمية المعهد الوطني للإحصاء أنه نجم ارتفاع الأسعار يوصل 6.2%، ورغم أن المؤشر هذا فيه برشا نقائص، وحتى البنك الإفريقي للتنمية طلب من المعهد الوطني للإحصاء بمراجعة المؤشر هذا لمراعاة، لأنه المؤشر هذا ما يعطيكش الواقع المحسوس، لأنه وقديم، هو من الستينات، هو مبني على 1100 مادة و3500 نقطة قيس، ومبني على تقريب 32 مجموعة إلى آخره. هو ما يعطيكش الانفلاسيون ريسونتي، معناها اللي يحسها الإنسان، لأنه غلاء الأسعار اللي يحسه الإنسان في المرسى ما يحسوش في الكسرين. حبيت نقول حاجة أخرى كذلك، بإيجاز سديد كذلك، رغم انخفاض أسعار المواد الأساسية في العالم ب 3.1%، وهنا نجموا نرجعوا للبوصلة الاقتصادية اللي موجودة على موقع الياناس المعهد الوطني للإحصاء، ومع ذلك فما ارتفاع مشط في الأسعار، أنا نجم نقدر اللون في حدود 9%. واضح. وفما كذلك سيد الوزير، واضح سيد الوزير، الزيادات اللي صارت مؤخرا، ضريبة على الأجر أكثر من 1700 دينار، زيادة في بعض المواد الأساسية والحيوية اليوم في المواطن التونسي، الأجور يظهر لي ما رافقة، حسب بعض المحللين أنه ما رافقتهاش، معناها ما فماش توازن. شنو ردك؟ وهذا ممكن يكون معناها سبب من الأسباب، احنا ما زلنا نحكيو على الأسباب. أنا حاجة نحب نعمل ملحوظة، الحقيقة ما فهمتش أنا وما ريتش كيفاش وقع معناها حط الشغالين في مرتبة دنيا معناها في التفاوض ولا في إدارة الحوار الاجتماعي. وهو سي قاسم معناها حاضر ويعرف معناها كيفاش يقع التفاوض وشارك فيه وساهم فيه حقيقة معناها. ولكن هذا كان باعتبار ساعات ما يقع فيه الاتفاق يقع تراجع فيه. لا مش هذاك حطوا، لا مش هذا، مش هذا. لا هو قال يفسر أحد مضار عدم الأخذ. هو قال حوكمة الحوار الاجتماعي. كلمة واضحة. حبيت نقول أنا اللي الاتفاقية هذه فما اتفاقية من اتفاقيات تهم الحق النقابي في الوظيفة العمومية. اللي تمت المصادقة عليها في مجلس وطني التأسيسي، وسي قاسم يعرف ثم 40 بلاد فقط في العالم مصادقين عليها، فرنسا مش مصادقة عليها واحنا صدقنا عليها واقتعرناها. الاتفاقيات الثلاثة هذوما يهموا الحق النقابي بالأساس، معناها عطينا حقوق إضافية
دخلنا في المنظومة الدولية ويعرف سي قاسم اللي في فرنسا ما صدقوش على الحق النقابي في الوظيفة العمومية. ونعرف كذلك أن الاتفاقية 135 اللي صدقت عليها تونس في 2006 ما حينتش القوانين مثل ما يتطابق مع الاتفاقية. نعرف كذلك حاجات أخرى. معناها هذا شو قوله؟ لا سامحني ما كملتش كلامي. معناها هذا فما معناها اليوم شراكة وعملنا تمشي، معناها العقد الاجتماعي هي خارج الطريق، تمشي ثلاثي بين الأطراف الاجتماعية الثلاث اللي ما كانتش قبل، كانت قبل والاتحاد رفضها، لجنة الحوار هذيك الوطنية اللي عمره ما يشارك فيها الاتحاد لأنه ماهيش ثلاثية التركيبة، مش متوازنة التركيبة متاعها. وإحنا مشينا هذيك حطيناها على جانب مش نعملوا مجلس حوار اجتماعي ثلاثية التركيبة متوازنة. يا ربي يوصل بالسالم، باعتبار أنه عنا سامحني سامحني سيد الوزير، لأنه هناك ملاحظات تفرض روحها، لأنه فيما يتعلق بالأضراب مثلا وجبدنا وقال أن شنرجع لهم بعد، لأنه ما وقع إقراره أخيرا فيما يتعلق بحق الأضراب هو نصف لما ورد في وذين باش نجيوهم بعد شوية. نجيوهم بعد شوية باش نجيو باش نحكيو فيها كلام سيد الوزير. بالنسبة للحكمة سيد الوزير، حاب نعرف رأيك في كلمة عرف اللي تتقال في الوظيفة العمومية. في الوظيفة العمومية يقول لك عارفي، ولكن الناس الكل في الوظيفة العمومية هم على قدم المساواة، هم أعوان. هذه حاجة. التصرف الموارد البشرية في كل قال مش تتقال تتقال تتقال. إيه هذه عادة عند المواطنين معناها. لا هي عادة تدل على المرتبة الدونية في التسلسل الهرمي. لا لا مش كل حاجة. لا سيدي كان هار وزير يحكي على رئيس الحكومة قال مشي بعد بعد المعلم. أي زدي مش مش. أنت لا معناها بالنسبة للحقيقة هذه أنا في المستوى مثال. لا لا مستوى هو مستوى الشعب. أنا لا مش هذه عادات تتقال ومش هذه. خلاف هذاك إدارة الموارد البشرية اليوم لو كان نشوفوها نشوفوا عشرات المؤسسات ما غير هيكل تنظيمية. الوظيفة العمومية فتح الأفاق فيها عشرات المؤسسات أي ما غير هيكل تنظيمية. أنا مؤسسات تحكي له مؤسسات من القطاع العام والخاص. بالتالي لهناك يقولوا ما غير هيكل تنظيمية معناها ما غير أفاق للناس. أنا ما بليش المؤسسات عادة فيها هيكل تنظيمية. عندك دراسات مش لا مش بالضرورة مؤسسة فيها هيكل بالضرورة هيكل تنظيمية. عمرنا ما نجم نصرفه في حاجة مش منظمة. مش هذاك التنظيم، التنظيم هو هو القانون الأساسي. نجمو نحكيو بعد شوية على شو المطلوب والمأمول وتأثير الحوار الاجتماعي. مسألة أخرى هذه ما هي وضعية المؤسسات، وإحنا في وضعية إصلاح حاجة. وقول أنه الأجراء في وضعية دونية فيما يخص الحوار الاجتماعي هذا مجرم بالحقيقة، والحقيقة مفرط فيها معناها مش مقبول. خلينا نمشيو مع بعض الشهادات حتى مسلسل رتحوا شوية. اليوم معناها سؤالنا المحوري هو كيف نحقق المعادلة بين الحق في الإضراب وأنه ما تعطلش لا مصالح البلاد ولا العباد. هذا سؤالنا المحوري إن شاء الله نوصل ونجاوب عليه. مش نحكيه بعد شوية على تأثيرات الإضرابات اليوم على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني. وقبل ذلك مش نحكيه على الجانب التشريعي المجلس الوطني التأسيسي وين وصلته في الحكاية في الحق في الإضراب. لكن قبل هذا وذاك هذه بعض الشهادات المواطنين ومواقفهم من الإضرابات اللي تشهدها بلادنا. نتابع ثم نعود. فضل نحن الاضراب يودي حق وحق في الدستور ومشرع يتسكتو في ايتو، اما اضراب كي كوا كونتينيو ما نعرفوش. نحن كل يوم ماشيين جايين وما نعرفوش مفاوضات وين واصله ما يجيش. ولا ثم الناس لازم تعمل عليهم اضراب اللي يستغلوا كما كلمونا ولا ذيك يجي ياخو على العون ياخو عليه في 800 و900 ألف ويعطيه كان 230 هذاك تعمل عليه اضراب. اما تجي شريكك اللي صفى امورك هانيه تمشي تستنى شويه وقت تركز تولي به وقت تعمل ضرب نتاعك وخذ حقك. وان كان هو قانوني ونقابي ولكن الطول نتاعه ماهوش باهي. عبر ساعه ساعتين نص نهار يكفي. اما ايام فهمتني مده طويله يضر بالاقتصاد التونسي ويضر بالمواطن التونسي ويضرنا الناس الكل. اول بنت اول بنت لبروبي بوا في المعاهدات نتاع الحقوق الإنسانية أول حق هو حق الإضراب في حق الإنسان. أول بوان بلا باش باش الخدام البسيط معناتها ديمقراطية. لازم شي واحد يقول سمعتها ديمقراطية. ديمقراطية هي البوفوار داشا. البوفوار داشا في تونس ولا هنا ولا بس هنا فما فرق. اول بوا في الدرواد لام هو الاضراب عنده الحق. اما السلمي بغير تكسير بغير حتى شيء سلمي. فما اضرابات ضروريه فما اضرابات مش ضروريه.
ماهيش ضروريه. الاضراب الانساني يخدم ويطالب، فهمت؟ يخدم ويطالب كاو، يلزم يخدم ويطالب الانسان في وضع البلاد، خاطر الوضع بالبلاد مش باهي، لازم يخدم ويطالب. الاضراب هو حق دستوري وحق وسيله من وسائل التعبير المدنيه على حقوق الانسان، وعلى حق الانسان انه يدافع على اجره ويدافع على شروط العمل ان كانت متوفره ام لا. هذا طبيعي جدا وهذا من اسس الديمقراطيه، ومش ممكن اليوم في تونس نجم نحكيه على مؤسسه جديده اللي هي العامل ورب العمل بدون ان يكون العامل يتمتع فيها داخل المؤسسه بحقوق كما عنده واجبات. وبالتالي مش ممكن اليوم ما يكونش الاضراب وسيله من وسائل التعبير المدنيه. اهلا بكم من جديد. المعادله كما كنت تسمع في بعض الشهادات للمواطنين بين الحقوق والواجبات، والاضراب هو وسيله من وسائل التعبير. قبل ما نواصل حوارنا مع ضيوفنا، حق الاضراب في الدستور وتاثيراته، ثم شنو الحلول الممكنه اليوم حتى نحقق سلم اجتماعي اليوم في بلادنا في ما تبقى من هذه المرحله الانتقاليه ولما لا القدام، ناخذ هذا الاتصال الهاتفي مع السيد محرز ادريدي المكلف بالملف النقابي بديوان وزير النقل. مرحبا سي محرز. اهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن سي محرز، قطاع حيوي وحساس، قطاع النقل شهدت بعض المؤسسات فيه الإضرابات، لماذا الإضرابات وشنية أهم الأسباب ووين النجم نوصله في الحكاية؟ هو ساعة الحقيقة في البداية نحب نأكد وأنه نظرا لأهمية قطاع النقل بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية وللمواطن، الوزارة أعطت أهمية للجانب هذايا، وعلى هذاك انه كانت علاقتنا مع الاتحاد العام التونسي للشغل علاقه طيبه ومبنيه على اليات تعامل واضحه ضمن محاضر يعني اتفاق، وهذا اللي خلاتنا الحقيقه في الفتره المنقضيه الفايته في سنه 2012 انه ما صار حتى اضراب في قطاع النقل. هذا باش نبينوه لان الاخوان قاعدين يحكيوا على قطاع النقل في الفتره الاخيره، اللي هذا نحب نبين الحقيقه هذه انه قطاع النقل في الفترة الأخيرة ما صار فيه حتى إضراب. هذه كنقطة أولى. لكن عادت الإضرابات سي محرز، عادت الإضرابات وفما مطالب أكيد. عادت الإضرابات وفما مطالب. لكن احنا ديما نقولوا وإنه عملية الحوار راهي لا زال متواصلة، وكما أشار قبليك السيد وزير الشؤون الاجتماعية إنه ديوان الطيران المدني والمطارات وقت اللي كانت الناس الكل على طاولة الحوار وصلنا للنتيجة. إذا كان نشير إلى بالنسبة للوكالة الفنية للنقل البري، واللي اليوم يعني كانت فما جلسة وجلسة معناتها سادها كل معناتها بكل صراحة مع أشرف عليها السيد وزير النقل بحضور زوز أعضاء من المكتب التنفيذي، واللي عرجنا على كل الإشكاليات. احنا الحقيقة في الفترة هذه يعني اللي فيها يعني التفاوض في بخص زيادات في الأجور، وكما تعرفوا بالنسبة للزيادات في الأجور كانت محددة في نسب، ودليل أنه في بعض المؤسسات يعني أنت في ساعة تم الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية يعني التفاوض كان سريع وتم فيه. بعض المؤسسات اللي أضافت وخاصة الوكالة الفنية للنقل البري اللي النسبة هذه كانت محددة، فما طلب إضافي هو اللي خلى وأنه بعض الخيان استغلوا الوضعية هذه، واللي صار في الوكالة الفنية للنقل البري رغم أنه نأكد مرة أخرى أنه الحوار كان متواصل مع الأطراف النقابية، لكن في المقابل شنو نوجده؟ نوجده أنه الدخول في إضراب بدون آلياته القانونية ولمدة طويلة. هذا احنا الحقيقة معناتها ما هو ما يخليناش، وانه لانه تعرف الوزارة لابد وانه لابد تأمن الخدمات الضرورية للمواطنين، واللي سجلناه هذا الحقيقة نحبه انه يكون المحور في معناتها لكلامنا اليوم، اللي سجلناه من تصرفات معناتها لبعض الافراد النقابية في الفترة هذه هو الحقيقة غير مقبول بالمرة. انه التطاول يعني على السادة المسؤولين رؤساء المديرين العامين، ثاني حاجة يعني تسكير البيبان، ديوان المواني جاءوا سكروا البيبان من قدام، يعني قطع السكة، هذوما الكل يعني، والعنف، العنف يعني هناك ممارسات عنف على المسؤولين، هذوما
الحقيقه ما نجموش معناتها كيما نقولوا نقبلوهم في الظرف هذايا اللي ضروري، لانه تعرفوا ان القطاع في الفتره الاخيره عرف يعني تراجع كبير بالنسبه في سنه 2011 اللي اثر على المؤسسات الكل، يعني المفروض وانه شكرا لك نقوموا باصلاحات بالقطاع هذايا ماهوش في معناتها مطالب مشتته اللي تنجم معناتها الاصلاحات اللي مطلوبه. شكرا لك سي محرز الدريدي، الظرف هذايا واضحه الفكره، واضحه واضحه الفكره. شكرا لك سي محرز الدريدي، ان شاء الله ما تصيرش الاشياء هذه احداث عنف او ما الى ذلك واللي انت نسبتها لاطراف نقابيه معينه، وان شاء الله بالحوار توصل تتحل كل المسائل العالقه والمتعلقه بالمساله هذه النقل حتى ما يضرش المواطن والاقتصاد الوطني. والتوجيه هذه انه عود لبعض النقابين زاد غير مقبوله، لانه احنا كما قال السيد وزير الشؤون الاجتماعيه هناك اختلاف في التاويل، صار اختلاف في بعض ردود الفعل كل، وبالعكس هو بداها بجملة باهية، ولكن مع كل أسف أنها لأنه قال اليوم صار اجتماع باهي مع زوز أعضاء مكتب تنفيذي بحضور السيد وزير النقل ومتواصل الحوار، كان نعبروا على أمل أنه يقع إيجاد حل بين الطرفين في أقرب الظروف. أما أولا ساحنا معناش أطراف نقابية، عنا نقابين ينتميوا للاتحاد العام التونسي للشغل، كل تصرفات بعضنا تلزمنا ونراجعوا بعضنا، ما عندناش اشكال، لا ندعي الحكمه ولا ندعي معناها العصمه، ولكن نحب ناكد على انه عندنا مناضلين في الاتحاد العام التونسي للشغل، نراجعوا بعضنا بعض، نجموا نعملوا بعض التاويلات الا متباعده الى حد ما او متقاربه الى حد ما، ولكن زاد نؤمن ان بالحوار وباللغه الطيبه وبالمنطق الباهي النجمو نوصلوا للحلول. واليوم بالفعل صارت جلسه مطوله مع بين توصلتوش الحلول وزير النقل والاخوين، نحب نحييهم ونشكرهم على مجهودهم اللي قاموا به اليوم اللي هم الاخ نور الدين طبوبي وكمال سعد، وعلى امل انه شيء تحل شيء يقع ايجاد حل في اخر وقت. واعتقد انه بمثل هذه التصرفات ومش ب ما عندناش نحب ناكد عليه ما عندناش اطراف نقابيه، عندنا مناضلين في الاتحاد العام تونس الشغل، ومناش توابع سكر ومناش مستوين وما فينا حتى حد يدعي الحكمه او العصمه. ان شاء الله توصل تتحل به. اذا كان مش نحكيه على انه باش نأسسوا لمرحله قادمه، اكيد نحكيه على المرجع التشريعي لينا الناس الكل اللي هو الدستور. باهي سيده فريده، انت معناها رئيس لجنه الحقوق والحريات التاسيسيه، اليوم ظهر لي مساله يعني الحق النقابي في الدستور، مساله اثارت نوع من الجدل خاصه على ما يتعلق بالفصل 15، والجدل معناها يعني فيه حسيناه وكانه مشروط، هكا بعض الاطراف حسيته وكانه يلزم يكون بين حق مطلق او انه يكون حق مشروط. اولا في نقاش هو الفصل 27. الفصل 27 باعتبار الترتيب نتاعو في مشروع مسوده الدستور. والحديث الحقيقه احنا قبل ما نتحدثوا على انه يعني هناك مس بالاضراب او فما تراجع بالاضراب، كان من الاولى ان احنا نثمنوا عمليه دستره حق الاضراب في حد ذاته. لانه يعني كي نشوفوا احنا دستور 59 حق الاضراب لم يكن مدسترا، وانما معناها تم الاكتفاء فقط بذكر الحق النقابي، وهذا ولكن تنظيم الاضراب كان في مجله الشغل في الفصول 175 وما بعدها من تحديد الاجراءات الى غير ذلك. ونتيجه عدم دستره الحق الاضراب نشوفوا ان العديد والناس المباشرين في الميدان واللي اشتغلوا يعني عملوا دراسات وابحاث واللي اشتغلوا في في الميدان الحقوقي ومحامين غير ذلك، معناها اكتشفنا عمق معاناه النقابيين في الفتره السابقه باعتبار انه ما فماش بالفعل حمايه، اذا كان حمايه قانونيه للنقابيين، وانه عمليات الطرد اللي صارت في نظام البيت مست اصلا النقابيين. لذلك نعرف وش معناها قيمه دستره الحق النقابي الحق الاضراب، يعني قبل ما ننقدوا يعني راو فما قيود نقولوا لا راو نثمن الدستره نتاعو وبعد ذلك نتحدث في النظاميه. سيده فريده بعد ثوره معناها عنوان الاول الحريه والكرامه، لا ما نجموش كان ما نثمنوا مش نثمنوا هذا 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 سيده فريده هذا باش خليك تكمل. لا 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 مش لا لا سامحني هذا هذا من المفروض ان يكون، لكن خلينا من باب الموضوعيه احنا كنقدموا ماده معينه نسبوها نقولوا راو هذا ايجابي ولكنه يحتاج الى تدقيق، يحتاج الى توضيح مفاهيم، اما ان نقدموا الفصل وكانه كله سوء لا حقيقه هذا لا يستقيم. لا لا مش سؤالي كان ليك بين انه اطلاقيه الحق في الاضراب مش ليك خلي مش ليك بين مش اطلاق ليك الحق في الاضراب او انه يكون مشروط، انا الحق النقابي مضمون بما في ذلك الحق في الاضراب. انا صيغه الفصل 27 بصيغته الجديده، الحق النقابي مضمون، الحق في الاضراب مضمون،
ويمارس بحرية ما لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمن الخطر. السؤال هل أنه ما ضمناه هنا يتعارض مع المعايير الدولية ويتعارض مع منظمة العمل الدولية ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية؟ أن نعطيك فكرة فقط، لأنه إحنا وقت نشتغلوا كما قال إحنا ما نعتبروش رواحنا وقت نشتغلوا في اللجنة أو في المجلس الوطني التأسيسي، أن إحنا أكبر من الملاحظات ولا ما نتفاعلوش مع الملاحظات اللي صارت في الجلسة العامة ولا في الحوار الوطني، ودليل ذلك أن اللجان التأسيسية الآن هي تشتغل على المضامين اللي جات في الجلسة العامة وفي الحوار الوطني، وبالتالي المضامين هذه نتفاعلوا فيها. ولكن أنا نقدم القراءة اللي على ضوءها تبنت اللجنة الفصل بهذا الشكل. احنا وقت طلعنا على القوانين المقارنة والدساتير المقارنة والاتفاقيات الدولية، كي نرجع نعطيك أمثلة فقط، الدستور الفرنسي في المادة 7 في الطوطة يقول لك يمارس حق الإضراب في إطار القوانين. الدستور الإيطالي نفس الصيغة. الدستور الإسباني تواصل الخدمات العامة الأساسية. الدستور البرتغالي حد أدنى من الخدمات لتلبية الحاجات الاجتماعية الأكيدة. وأنا كي نرجع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 8 ونرجع يتحدث على أنه يمارس حق الإضراب حسب القوانين الجارية بها العمل، يعني فما صيغة عامة. من تولى يعني البحث في هذه الصيغ؟ نمشي لجنة الحريات النقابية اللي هي في منظمة العمل الدولية واللي هي اهتمت بهذه المسألة، وقت تعطينا في الأخر شنو المسائل أو القطاعات أو التي يمكن تقييدها. نمشي لجنة الحريات النقابية فما زوز إمكانيات لتقييد الحق النقابي اللي هما إضراب الموظفين الحكوميين ولا الذين يمارسون السلطة العامة للدولة، ثم مجال الخدمات العامة الأساسية. بمعنى احنا وقت اشتغلنا أخذا بعين الاعتبار عنا منظومة دولية قانونية معناها اعتنت بهذا المجال، واحنا اخذناها بعين الاعتبار. ووقت ناقشنا المسألة هذه في اللجنة تقريبا كل أغلب الأعضاء مشينا أنه لابد من تقييد حق الإضراب باستثناء عضو فقط. ليش؟ لأنه في التفصيل ذكر أنه يكون وفق القانون الجاري به العمل، وهذا موجود. وإحنا البارح حضرنا ندوة في المجلس الوطني التأسيسي وحضرها الأستاذ شفيق بوسرسار وقدم في هذا الرأي، يقول لابد أن يكون مقيدا. بقي خلونا نتفقوا في القيود، يعني الخلاف حول القيود ولكن ليس خلافا حول المبدأ. لأنك أنت إذا كان جاء حق الإضراب مقيد مطلق ما يمكنش بعد إجراء أي تشريع أن يحد من الإضراب، هذه مسألة تقنية. بالإضافة إذا فما صيغة اقترحت أن نترك أنه حق الإضراب يمارسه طبقا للقانون، ثم رأي داخل اللجنة وهو أن يقع تقييد المشرع، لأنه ما يمكنش أن نخليها تبقى للقانون، وبالتالي قد يتوسع المشرع في تحديد الحالات التي نقيد فيها الإضراب. وبالتالي كان التوجه هو حصر 3 حالات اللي هي بالفعل موجودة، ورينا أن الخدمات الأساسية وقت نقول خدمات أساسية اللي هي موجودة كما قلت في منظمة العمل الدولية واللي هي الحريات النقابية تمت بهذه المسألة، قلنا هذه قد تكون يعني عامة جدا، ولكن حصرها أنه فما قطاعات المستشفيات الماء يعني حالات خصصناها حتى لا تكون معناها فما إطلاقية في الإضراب، وبالتالي يكون الإضراب يهدد أمن المواطن. أمن المواطن وذلك علاش أنا وقت يقول لك رأي الاتفاقية 154 وقت يتحدد أنه فما قطاعات في الوظيفة العمومية من بينها الجيش ومن بينها الشرطة، علاش؟ لأن تهدد الأمن حصرت معناها أعطت قطاع حصرية لضرورتها، مش لأن تحب تقيد حق الإضراب. باش نجيك سي مراد قبل ما نكملوا نعلقوا راهو لهنا لذري المسألة أثرنا القانون ومن بعد باش نحكيوا على الممارسة لهنا. باهي معنا سي حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حب يدخل معنا. مرحبا بك سي حسين، حب تعقب على الكلام اللي كنت تسمع فيه تو ولا على موضوع الحصة بصفة عامة؟ مرحبا بك وتحية لك وتحية للسادة النظارة. بطبيعة الحال في ملخصة وفي عجالة نحب نعلق على ما سمعته لحد الآن في إطار الحصة، ولكن بصفة أدق مش نكون نركز على الفصل 27 من مسودة الدستور اللي قاعدة معناها الآن يقع حولها الحوار والنقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي. أولا بقدر ما نحيي المجهود اللي تقوم به القناة الوطنية الأولى، لأني أرى في الاستجواب اللي وقع معناها في الشارع ووقع الحديث والتحاور مع المواطنين، أعتقد أنه معناها عمل موجه، وبالتالي أنا متأكد وأن وقع الحديث مع أكثر من شخص ولكن كانت وجهات نظر متعددة، لكن في الحقيقة
لم نستمع إلا من كان معناها يريد أن يقيد حق الإضراب، وبالتالي وقع معناها الغني وعدم سماع من يرى عكس ذلك باستثناء واحد فقط. فأنا قناتنا الوطنية نعتبرها رفعة للإعلام ونحبها تهدي واجبها بكل حيادية وبكل انحياز، وأعتقد جازما أنه معناها ممكن أن نستجوب الكثير ونعدي بأمانة كل ما سمعناه، ولا أن نعمل عملية فرز في إطار ما نبثه للمواطنين. هذا اتهام علينا سي حسين. سي حسين خليني مسج مسج مش خليك تتكلم سي حسين. رجاء يا سي حسين تسمع فيا. سي حسين سي حسين تسمع فيا سي حسين. هذايا للمرة الثانية معناها يقع يعني توجيه لوم لينا أو أنه تحكيه على أساس أنه نوجه أو نعمله في فرز. نحن نقوم بعملنا في إطار من المحايدة والشفافية، نأخذ في آراء المواطنين. من مطلوب أن نجبوش نأخذ المواطنين كل. سي حسين ما نحترم رأيك أما راهو ما أحنا زلهم ما عملناش نوجه راهو في لأنه لاحظنا في أكثر من مرة بالنسبة للقصة الأولى. يا سي حسين هذا كلام انا ما نجبش نقبله، خاطرنا نختموا في اطار من النزاهه والحياد والاخذ نفس المسافه من الاطراف الكل. وهذا ان شاء الله ان شاء الله هذا تفضل سي حسين. ان شاء الله هذا هو الذي نراه يكرر. بالنسبه الى ما سمعته فيما يخص الفصل 27 من مسوده الدستور، طبعا نحن الان بسبب كتاب الدستور ما بعد الثوره. دستور ما بعد الثورة من خاصيته أنه يختلف على دستور 59، وحتى دستور 59 لم يبرز حق الإضراب كحق ثابت، ولكن تعرض في جملة بكلمتين يقول حق النقابي مضمون. وطالما أنا نقول حق النقابي مضمون، الأمر هذا بعد النجم معناها نفسره بأشكال مختلفة. كما نقول حق النقابي مضمون، حق الإضراب هو داخل في حق النقابي، وبالتالي ثم حق النقابي مضمون فحق الإضراب مضمون. وهذا علاش من خلال الحوارات اللي تمت وقع تقنين الإضراب في مجالة الشغل. اليوم احنا معناها نسير في الدستور طولت ما بعد الثورة، وبالتالي الحال تطلعات كل الناس أن باش يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صلب هذا الدستور وتبان كحقوق ثابتة. في البعض منها ما نحبش ننقص هذا من اعمال المجلس، بعض الحقوق كانت واضحه وكانت موجوده، ولكن لما ناتي الى حق الاضراب احنا الساعه كنا في علم كافه المواطنين وكافه الحضور اللي توا معناها قاعده تتناقشوا في الامر هذا بما في ذلك الشيخ خليل الزاويه هو معاكم. احنا ما زلت من 14 في امرين على العقد الاجتماعي، في العقد الاجتماعي اللي تحدثنا على جمله من الحقوق بما في ذلك حق الاضراب، وفي العقد الاجتماعي ما حطيناش حق الاضراب مضمون، حق الاضراب عفوا مقيد. اليوم كي تلقى في الدستور بتاع البلاد اعلى هرم التشريع الاضراب مقيد، معنى ذلك انه مش نفتح محاكم ومتاع تفتيش ونقاشات بين معناها المشرعين باش نشوف هل الاضراب هذا يضر او الاضراب هذا ما يضرش. انا شو نقول؟ كل اهل الدساتير دي من الامور شيء على سلاقتها وبدون ما تكون مقيده. نقول حق الاضراب هذا مضمون، حق الاضراب بعدين كما قانونيه تقول لا نفتح مثلا في الشروط حق الاضراب كيفاش كيف مقيد في الدروس اللي في بعض الحالات ثلاثة الناس او الحق النقاب. امشي اكثر من هذا معناها باش بايجاز سي حسين المستمعين والنظار. هناك اتفاقيات معناها تؤكد وتونس موافقه عليها اللي هي تحدد ما هي نتاع شو نقول سيرفيس مينيموم ضمن الحد الادنى من اللي ممكن ان الانسان يقوم به اثناء الاضراب. وبطبيعه الحال طالما بلادنا معناها موافقه او مسبقه على هذا نجلس نتعرف حوار بيننا تعرف الاجتماعيه، وبطبيعه الحال يجي في خارج اطار هذا الدستور نقول له هذا يا سيدي نبحث مع بعضنا البعض انا هي الاجزاء اللي ممكن الاضراب واضحه فكره سي حسين او انا هي الاجزاء معناها من الأنشطة اللي الإضراب يكون في جزء منها يبقى يشتغل ويعمل باش يؤدي الخدمات الاستعجالية والخدمات الحياتية. واضحة فكرتك نعم واضحة. هذا بعد ممكن أن نتناقش فيه، هناك قوانين بعد تنجم تنبت بعد ذلك. واضحة الفكرة يعني الدستور يتضمن الأصل ثم القانون نخص القانون أعتقد باهي مش خليك تجاوب. سي حسين شكرا لك. الإضراب الاجتماعي الناس يعاتوا لانه ما عادش مش هو الدستور. العقد الاجتماعي يعطي على
حقيقه الاغراق المخبرين القيود، والدستور يجي قيد هذا، بحيث على الاقل نحترم ما توافقنا عليه كاطراف اجتماعيه ثلاث، انه ينقل بامان على الاقل قيد مثل الحرب في العقد الاجتماعي، يجب ان نقيده ايضا في واضحه فكرتك يا حسين. يعني اقول مشروع الدستور معناها يتفاهى ويتماشى والطموحات نتاع المجتمعنا والطموحات الشغالين على اساس انه باش يشوفوا ان شاء الله هذا اللي يصير. شكرا لك. نعم نعم. والاجتماعيه ولا نرى هذه الحقوق البعض منها يكون معناها مقيد. واضحه فكرتك يا حسين، يعطيك الصحه، شكرا لك. على صحتك ما كناش نتطلعوا. ما يهمش تجاوبك سيدة فريدة بعد قليل. شكرا لك سي حسين، نظرا لضيق الوقت على غالب مضطر أني نقطع المكان. واضح واضح الفكرة سي حسين. قوانين قوانين أو واضح الفكرة. واضح واضح الفكرة سي حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، شكرا لك، واضحة فكرتك، شكرا لك سي حسين. نظرا لضيق الوقت نجيك بعد شوية مدام فريدة، خاطر ما نجموش الحوار يكون مش متكافئ. باهي سي مراد. والله أنا حبيت نرجع للواقع، هو تو الروبورتاج يتحدث الناس بصفة عامة ونسمعوا الكلام هذا، يقولوا راهي مطلبية مشتة وإلى آخره ومصالح الناس تعطلت إلى آخره. خلينا نشوفوا واقع الشغالين ساعة قبل كل شيء في تونس، انطلاقا من دراسة عملها مرصد وطني لحماية المستهلك ودفع الضريبة. والمسح هذايا معناها هم 140 ألف تقريب. العينه كانت سي مراد، راهو نرجعوا للريبورتاج. لا لا بالضبط، خلينا انا كنت نسمع ولا نجم نعاودوه، راهو ريبورتاج راهو فيه ناس قالت اللي راهو الحق وحقه هو اول حق في حقوق الانسان وما الى ذلك. جبنا مواطنين عاديين يتحدثوا. إيه يا اخي مش نقيسوا بالمليمتر، هذه مش على ريبورتاج، مناش باش ناخذوا الناس الكل ومناش قلنا راهو ريبورتاج هذا، ما نجوش نضحوا اكثر من هكا. مناش باش نجيو ناخذوا ال 12 مليون تونسي ويعطونا رايك في الموضوع، نمشيو للشارع اللي نصادفوهم بالمواطنين، نحاولوا احنا نحاولوا يكون يحاولوا السي وليد. السي وليد هو التكامل. والله خاطر لا خاطر الاتهامات للاعلام يعني ولا القناه الوطنيه ولا كان احنا هناك يعني انتقائيه. عدم توازن في الشهادات نقطه، ونرجع يا اخي والله نرجع بلايك اذا كان نرجعوا ونشوفوه. يعني خلينا ساعات الواحد يتشككوه. لا 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 خلينا الاتهام بعدم الحياد لا لا اقل ما يقال فيه الملحوظه بدون تعليق فيه عدم توازن في الشهادات. انا ما نقولش هكا سامحني، انا ما نقولش مش متوازن، انا باش نكون بناء باش نتكامل معاه. لا لا بالعكس. لا لا با دو تو. اللي حبيت نقول هو في نهايه الامر يعكس جزء من الواقع عادي. بطبيعه الحال الريبورتاج ما نجمش يكون مسح ميداني. يعطيك صح، ما نجمش نكونوا اما المشكله فين راهو يا اخي قاسم، انه وكيل علىها نشكك معناها في ذمه الصحفيين. ثم توقيت ثم توقيت معين، والراي هذا اللي عديتوه في الريبورتاج واللي نسمع فيه في البلاد كامله من غير نقاش. لكن اللي حبيت اقول خلينا نشوفوا واقع الشغالين من منطلق كمي على حسب دراسات. احنا تو في تونس عندنا 521 الف موظف بين الوظيفه العموميه وبين الجامعات المحليه، بين الجامعات المحليه والمؤسسات والدواوين وغيره. بصفة عامة هالناس هذوما تقريبا بنسبة 60% أجورهم في حدود 543 دينار. المعدل في المعدل بالضبط. والنسبة هذه نجم نصنفوها تحت خط الفقر. معناها اليوم نجم نقولوا عندنا نسبة كبيرة من موظفين في تونس في خط الفقر بالمعنى نتاع البنك الدولي. لأنه خط الفقر بمعنى البنك الدولي هو أنه الأسرة يزم الحد الادنى هو 1000 كالوري جور يعني كغذاء، اضافه الى ضروره معناها توفير مسكن يحمي من معناتها من البرد والواحد، وكذلك الملبس. هذه المعايير نتاع البنك الدولي. بالنسبه للمعهد الوطني للاحصاء يعطينا نسبه اخرى 15.5% اللي هي معناتها تدل على حجم الفقر، لكن حجم الفقر في تونس تقريبا 24%، وكما قلنا النسبه ما تقلش على 600 دينار، معناها اللي اقل من 600 دينار هو في حكم الفقير. انا نحب نعرف اذا كان انسان في الحاله هذه كيفاش ماهوش باش يكون في اطار المطلبيه. هذه من ناحيه. ناخذ مثال رجال التعليم اللي تو عندهم مده يتفاوضوا الى اخره الى اخره. نعرفوا اللي المعدل تقريب نتاع شهريه استاذ على سبيل المثال هي 800 دينار 900 دينار، بينها وبين خط الفقر حاجه بسيطه على الاخر، والطلبات نتاعو هي طلبات للعيش، يعني باش ينجم يعيش باش ينجم يتنقل، لانه يعني نعرفوا الاساتذه بصفه عامه يعملوا تنقلات كبيره والى اخره. ومع ذلك في على مساله اداره الحوار معهم وكانه الاساتذه طالبين
آلاف الدنانير كزيادة. أنا حبيت ننسب هنا راهو في على مستوى إدارة الحوار الاجتماعي يلزم ديما ناخذه بعين الاعتبار. ياسر الحقيقة والله تقييمك انت سيد الوزير، انا منطلق من ارقام راهو. اعطينا الرقم، قديش ما عندك ارقام؟ اي قديش من استاذ عنده سياره؟ لا ما نجموش نقيسوها كيك. اللي عنده سياره في الفقر ولا مش في الفقر؟ فما ساده ما عندهمش سيارات، فما معلمين ما عندهمش سيارات. النسبة لا حسب رايك قديش من الاستاذ عنده سياره؟ والله وراك يقولوا الاساتذه في خط الفقر، يعني تقول لي عندهم صعوبات تفهمك، اما تقول لي في خط الفقر معناها ما عادش عندهم شيء. ما لازم تكون ما عادش عنده يسكنوا، ما لازم عنده حتى شيء. هذه الاثاره تسمى مش على سخيها، حب تعمل اثاره تفضل اعمل اثاره. لا 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 مش هذا المقصود. لا والله كان الاثاره بالنسبه للسياره اللي ماخذها الاستاذ، هو ماخذها بصفه عامه بقرض بنكي، ونعرفوا في تونس اليوم عندنا 800,000 عائله في حالة المديونية هذه حسب مركزية المخاطر نتاع البنك المركزي التونسي. وإذا كان إنسان عنده وسيلة نقل قديمة أو غيره، خاطر ما عندهمش سيارات فخمة بصفة عامة لأساتذة باش يتنقل عليها وباش يمشي ويجي في ظروف على الأقل عادية، ما نجموش نقولوا هذاك مظهر من مظاهر الثراء. السيارة اليوم في تونس بالنسبة للموظف في تونس هي تمكنه من التنقل، ما تمكنوش باش يظهر في مظهر اجتماعي نتاع ثري، بالتالي ما ندخلوش في المسألة. باهي تعقيب صغير سيدة فريدة، خلينا نرجعوا نكملوا مع سيد الوزير. نسيناك برشا. بالله لا انا ما الحقيقة ما فما حدش شغل راهو. لا لا حقيقة لا 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 تفضل تعقيبك سيدة فريدة. لا انا لو سمعت، لانه الاخ الامين العام تكلم صحيح ولكن فقدتش نعاود يمكن نحوصل، لانه زاد ما خليتوش يكمل انت. ماك حاب على التوازن القسم. اي لا لا نحب اعطيني باش نحوصل ونزيد نحكي. نرجع لك سي قاسم، نرجع لك، خلينا نسمع تعقيب سيدي. خلي تعقب فرد مرة لاني مش تحكي في نفس السياق حتى لا نتهم. لا 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 اولا اولا هي ملحوظة، اولا هي ملحوظة. ندخل مباشرة نمشي وصل هي ملحوظة ما يشتهم اثنين في ما لا للمرة الثانية سي قاسم راهو يتهم في البرنامج هذا. لا لا في البرنامج هذا أننا غير محايدين وأننا لم ننصف الاتحاد العام التونسي للشغل في عديد من حلو نعملوا عليه مرة أخرى حصة، لأنه عندنا أدلة بصفة عامة يمكن الانطباع على الحصة هذه زاد أضاف حاجات الملحوظات السابقة، ولكن كل الملاحظات مقبولة، ولكن نحبين نوضح فقط نحب نأكد أولا الساعة بالنسبة لنا إذا كان أبغض الحلال عند الله الطلاق، فإن أبغض طرق نضالية عنا هي الإضراب، وذكرت لك العديد الأمثلة ألا نتلزم. اثنين بالنسبة للمعايير العمل الدولية تستند إلى أمرين، الأمر الأول هي الاتفاقيات، الأمر الثاني هي القرارات والأحكام تاع لجنتي المعايير والحريات النقابية، وبكلها بدون استثناء الأحكام هذه تنص وتصب في أن الإضراب هو جزء من الحق النقابي مثل أثار أشار إلى ذلك الأخ الأمين العام. الحاجة الأخرى الملحوظة الثابتة أنه كل ما قالته عن دساتير في القانون المقارن وبكلها ما فمهاش حتى واحدة حدت وشرطت وقيدت الإضراب. الإسباني والإيطالي اللي ذكرتهم الكل، يعني ذكرت فيما معناه في إطار القانون الجاري بالعمل مع ضمان الحد الأدنى مع في إطار القوانين، بعض الجاري بالعمل وبعض القوانين. ملحوظة أخيرا نحب نأكد عليها أنه الاتحاد العام التونسي الشغل من حيث لا تخلق عمره ما كان مع الإضرابات المقيدة. والدكتور خليل الزاوية اللي هو كان كاتب عام الأتباع الجمعيين عملنا إضرابات مشتركة، ورغم أن القانون الدستور في 59 نص على أن الحق النقابي مضمون، ومارست أني وياه أنه الحق الإضراب هو جزء من القانون، وعملنا الإضرابات المشتركة في قطاع الصحة لأني كنت كاتب عام جماعة الصحة وما تجاوزناش في الإطار هذا. نحب نأكد فقط نقول أنه حبيب عاشور الله يرحمه في وقت من الأوقات عملنا إضراب في الفلاحة، معناه باش نوريك أنه الاتحاد مش فقط يحافظ على أمن وصحة المواطن، وإنما تعمل إضراب في الفلاحة نحى منه الامتناع عن حلبان البقر، نحى منه الامتناع عن تقديم العلف للماشية. بالتالي اليوم إذا كان نحب نحطوا هذا في الدستور أولا من الملف اللي معقول به، ثانيا باش يقيدوا الإضراب، لأنه في ذلك بعت الإضراب لأنه يكاد يهدد بنصف الإضراب أصلا،
وكي نقولوا الحق النقابي مضمون خير من نقولوا الحق النقابي وحق الاضراب مضمون. سي قاسم وزياده ما لم أخذيت وقتك وزياده. سي قاسم واضحه الفكره. خليني نسالك سيد فريد، علاش اذا كان الدستور هو النص المرجعي والمؤسس علاش نحطوا فيه التقييد هذايا؟ علاش ما نمشوش قوانين؟ هنا عندنا الحق في الاضراب موجود في الدستور ك يعني اقوى يعني تشريع في البلاد، اقوى يعني نص قانوني في البلاد، ثم نمشيوا بعض القوانين نحطوا فيها تقييد وشروط الاضرابات ويعني نوعياتها وما الى ذلك. انا باش ناخذ معناها الوقت نتاع سي حسين العباسي وقت سي قاسم باش يبدا فما توازن في الحصه. السيد الوزير يتغش علينا وسي مولاي. لا مثال السيد الوزير اعطيه نفس الوقت باش يبدا فما تفاعل. على كل يعني يتفاعل مع المداخله. الحقيقه انا كي يقول ما فماش دستور الفرنسي والدستور الايطالي وقت يحكي على الحد الادنى ويحكي على انه فما خدمات اساسيه في عمليه الاضراب، اليس هذا حد من معناها من ممارسه الاضراب؟ يعني هو اتفق معايا انه فما معناها خدمات دنيا يلزمها تقدم، ونحن لم نقل خلاف ذلك، يعني حددناه خدمات الدنيا، قلنا ما هي هذه خدمات الدنيا في الفصل 27. انا تفاعلا مع سيد حسين وقت نحكيه على العقد الاجتماعي ونحن نثمنوا العقد الاجتماعي ونعتبروه معناها من الآليات الأساسية لتحقيق حد أدنى من السلم الاجتماعي. وفي الحقيقة احنا وقتاش وعليش نطرحه الآن في موضوع الإضراب؟ لأنه احنا مسلمين الإضراب هو حق ما فيش نقاش، ولكن طرح الإضراب في هذه الفترة بالذات لأنه عنده أسباب وعنده مبرراته، يعني في مرحلة متاع ثورة، في مرحلة معناها بناء ديمقراطي، يعني واحنا البلاد يعني هل هي يعني تحت تتحمل هل كم الهائل من الاضرابات؟ وهل انه المواطن، لانه الحقيقه احنا ما عاقبناش على اللي صار في معناها اللي عديته الريبورتاج، ولكن اللي شاهد اضراب معناها القطارات تو يعرفش معناها الازمه نتاع المواطن نهار الاضراب هذاك اللي خاصه ما كانش معناها كان دون اعلام، ونعرفوش معناها معاناه المواطن. المساله الثانيه كي نقولوا احنا عقد اجتماعي، وذكر سي حسين انه حق الاضراب غير مقيد، وايضا في العقد الاجتماعي ذكر الصد عن العمل، وكانت الصيغه هو مواصله التفاوض الاجتماعي في اطار احترام التشريع الجاري به العمل مع ضمان الحق النقابي والصد والحق النقابي والحق الاضراب والصد عن العمل، ونوقشت هذه المساله في لجنه حقوق الحريات. يعني انا كي نحكي على الاليات بتاع التفاوض، الصد عن العمل هو ايضا اليه من الاليات اللي استعملها معناها الاتحاد الاعراف وهو من حقه باش يستعملها، ولكن لم يقع تضمينها. ما معنى انه وقت نجي انا نقول العقد الاجتماعي مع قيمته الاجتماعيه والسياسيه، شو قيمته القانونيه؟ هذه مساله. المساله الثانيه وقت نحكيه على طالما انه الدستور يتحدث عن حق الاضراب، عن حق الاضراب، هل بامكان المشرع، وان هذه مساله من الناحيه القانونيه صرفه، طبيعه العلاقه بين القانون وبين الدستور، ما ورد مطلقا في الدستور، هل يمكن ان يتدخل المشرع لتقييده؟ وهنا عندنا محكمة دستورية تم التوافق على إقرارها، ما يمكنش للمشرع، وهذه أغلبية يعني فما ينجم يكون فما رأي ولكنه ليس غالبي، أنه يقول راوي نجم وإحنا نضمنه مبادئ عامة في الدستور وبعد ذلك نفصلها في القانون، هذا غير ممكن حسب وجهة نظر أغلبية الخبراء في القانون، دون أن نمشي معناها أنه لا ما نعطيوش ديما معناها مسألة مطلقة، لا فما رأي آخر ولكنه رأي رأي غالبي، أنه راو ما يمكنش للمشرع بعد ذلك أنه يتدخل باش يقيد الإضراب، لأنه وقت يمشي المحكمة الدستورية يعتبر هذا قانون لا دستوري، وبالتالي احنا مسألة إجرائية بالأساس، إما أن تذهب إلى حصر حالات هذه في الدستور ولا تترك المجال للمشرع في أنه يتعسف فيها، وإما أنك تخلي وفقا للقانون وبعد ذلك فعلا يتدخل القانون ليحدد هذه الحالات. وإحنا ما عندناش إشكال، أنا قلت الصيغة هذه من ناحية القانونية هذا هو التمشي، وأيضا في تصورنا للإضراب وكيفية تعاطيه بهذه المسألة، احنا ما نناقشوش في حق الإضراب، ما نناقشوش، وهنا راهو الحق النقابي، صحيح في الآلية الأساسية ليه هو حق الإضراب، وأيضا من الآليات ليه هو المفاوضات الاجتماعية، دون أن نغني بقية، لأنه يعني فما وسائل أخرى الحقيقة اللي هي يشملها الحق النقابي، اللي هي الوساطة والتحكيم وغيرها، ما عندهاش قيمة، معناها ما عندهاش حضور كبير، ولكن هذا لا يعني أنه كل آلية يلزمها تدسها المفاوضات الاجتماعية، إذا كان هكا معناها مش نحطوا الآليات تدسر، وخليني فقط نشير. عن الحق النقابي تحدثنا عليه بصفه مطلقه، وتقريبا معناها كي نحكيوا على الحق النقابي مطلقا، ورغم ذلك خليني نشير لك للماده 8 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والاقتصاديه والاجتماعيه، يقول حق كل شخص في تقويم النقابات، ورغم ذلك يجي يقول ولا يجوز اخضاع ممارسه هذا الحق لاي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،
وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي والنظام القائم أو لحماية حقوق الآخرين وحريتهم. يعني الحديث على حتى الحق النقابي في العهد الدولي في شروط، وبالتالي ما نتحدثوش احنا وكأننا رانا احنا بعيدين عن المعايير وبعيدين عن الاتفاقيات الدولية. وانا نرجع للاتفاقية 154 تحدثت عن الحدود الدنيا اللي يزمي أمنها الإضراب بصورة تطبيق. واضح سيد الوزير، اليوم الإضرابات بصفة عامة عندها تأثير على الاقتصاد الوطني وأيضا على السلم الاجتماعي اليوم في البلاد. اليوم ما هي الحلول حتى ما تكونش عندها الإضرابات هذه، واللي هي حق من الحقوق النقابية، واللي هي تعكس أنه بلاد تعيش ديمقراطية بالحق وفيها تعددية. اليوم أشنو اللي يلزم يصير حتى ما تكونش عندها تأثيرات يعني سلبية وجانبية على الاقتصاد الوطني، اللي فماش كنت حدث اليوم على أنه الاقتصاد الوطني تخنق اليوم بين الأطراف المسؤولة الكل، يعني المداخلة سواء السلطة التنفيذية أو الاتحادات العمال والنقابات وأيضا الأطراف المشغلة في القطاع الخاص. قبل أن نجاوبك على النقطة هذه نحب ندخل في النقطة اللي تكلمت فيها مدام فريدة. أنا ما نشطرهاش تماما الفكرة هذه المقترح، لأنه الدستور هو نص قانوني وعلى أساسه سوف معناها تتخذ قرارات، يمكن أن تتخذ قرارات قضائية. كي حددتوا المجالات كي ندخلوا في التحديد يلزم أما يقع التفصيل بالتدقيق وإلا لا يمكن ذلك. نعطيك مثال بسيط، قلت أنتما الحق في الحياة أو سامحني الحق الإضراب مضمون، لا قلت ما لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر. ناخذ جانب الصحة، ناخذ جانب الصحة. الصحة مفهوم عام، ما هوش إضراب في مستشفى ولا في مؤسسة استشفائية. أنا كي عندي مش نعالج ويزمني ناخذ الترينو مش نمشي للمستشفى مش نعالج، وثم إضراب في القطاعات في القطار وما نجمتش نعالج وتتعكر صحتي، النجم غدوة نقدم قضية بالإضراب والقاضي يعتمد على النقطة هذه ويقول أنه إضراب في قطاع النقل ينجم يحط صحة المواطن في خطر، فبالتالي الإضراب منافي للدستور. الإضراب هذا غير قانوني تبع للدستور، فضروري أنه يقع التدقيق. وأنا أقترح عليكم أنه في الصورة هذه يلزم إشارات عامة وإحالتها على القانون، كما قريت سيادتك في النص بتاع الإيطالي أنه يقول الخدمات الدنيا يقع تفصيلها بقانون. هوك حطينا صبغة عامة ثم خصصنا. القانون هو اللي يخصص بالقطاع بالقطاع وبالخدمة بالخدمة. هي الفائدة وأنه تكون بالخدمة بالخدمة باش تكون الأمور قانونية وتكون مضبوطة ولا يتهضم وما يكونش تم مجال لتفسيرات قانونية. حتى معناها كنا نشوفه سيد الوزير كنا نشوفه معناها الحقوق في دستورنا القديم 59 كانت مكفولة، أما لكن في إطار ما يضمنه القانون، ولنا في إطار ما يضمنه القانون تنجم فما تدخلات. معظم الانتهاكات معناها في معظم الحقوق معناها المدنية للتوانسة كل كانت تنتهك تحت هذا البند في إطار ما يضمنه القانون. الله أعلم أن القانون اللي مش يضمن وهنا تدخل الممارسة، علاقة يعني النص التأسيسي والقوانين بالممارسة. لنا سيد الوزير حتى مشروع ما يحكيش على ما حتى تبقى ما يقدمه القانون، ثم حتى مشروع تنجم تحط المجال لكن بعد تخصص القوانين معناها تحط يعني المجال انت تحط المجال العام وتقول يضبط المجال بقانون واضح، وهكاك انت تخرج من الوضعيه اللي هي معناها ثم معناها تخصيصات اللي ما حطيتوهاش وتولي فيها معناها تفسيرات ومعناها تخلق اشكالات. معناها هذا الواحد لازم واحد ياخذ بعين الاعتبار انه الدستور في الجانب هذا مجعول لضمان الحقوق، ثم معناها الاستثناءات لهذه الحقوق للقيام بهذه الحقوق تكون عبر القوانين وتكون هكاك الامور اكثر سلاسه. ونتصور انت باش تاخذ بعين الاعتبار الاقتراح بتاعي. احنا نتفاعلوا، بل بالعكس احنا قدرنا في اللجنه سامحني انه راو كي نتركوها في اطار مجال القانون
وكان مقترح هذا موجود وبالعكس معناها إذا كان اتفقنا أنه بالفعل نحيل القانون هذا كان أسهل بكثير على اللجنة وفما المقترحات، ولكن العقلية أو الفلسفة اللي معناها كانت وراء معناها أعضاء اللجنة هو أنه ما يكونش فما معناها توسيع في مجال تدخل المشرع، وأنا كانت إشارة الخدمات العامة الأساسية كانت من المقترحات ولكن اختلفنا في المفهوم متاعها. كان تسكير الباب مرة واحدة بخليه وصلنا للختام. هو كذلك حتى منطق لا يتعسف المشرع مش تسكير الباب على القانون. إن شاء الله النقاش هذا يتواصل والحوار هو الضم لكل شيء. وصلنا للختام الحسة، لكن اليوم سيد الوزير مش وقعته معناها العقد الاجتماعي اليوم موضوع حسيتنا كان أنه رجعت الإضرابات ورجعت معناها موجة جديدة من الإضرابات، نجموش نحكيه في مرحلة ما تبقى على الأقل في المرحلة الانتقالية هذه عن ميثاق جديد اليوم يجمع الأطراف المتدخلة اليوم على الأطراف الثلاثة خاصة المشغل ولا يعني سواء كان يعني السلطة معناها حكومة معناها قطاع عام ولا قطاع الخاص يعني الشغيلة ولا نقابات اليوم شنو هو اللي نجم يتعمل، شنو مثلا أنت وزير الشؤون الاجتماعية ووزارتكم هي الرقم الأصعب والأول معناها في الحكايات هذه في السلطة التنفيذية، شنو المطلوب اليوم في المرحلة القادمة؟ هو احنا لو العقد الاجتماعي ما يعني يعنيش الغاء الاضرابات راهو وانما انه تنظيم الحوار الاجتماعي حتى في صوره حصول اضرابات، انه حتى كان يقع اضراب ساعات ينطلق الاضراب ويتواصل التفاوض ويتم ايقاف الاضراب اثناء قيامه معناه اثناء حدوثه، وهذا مهم معناها هي شو العقد الاجتماعي مجعول لبناء ثقة بين الأطراف الاجتماعية وآليات واضحة ودائمة للحوار الاجتماعي ولتفادي الإضرابات، وحتى عند حصول الخلافات الشغلية يقع حلها. اليوم ثم موجة متاع إضرابات، احنا نعرفوا الإضرابات دي ما تجي كما يقولوا بالموجات فاك فاك بار فاك. يمكن معناها الفترة الحالية عدد معناها مهم زاد طلع شويه ومعناها محسوب نصفها في القطاع العام ونصفها في القطاع الخاص في مؤسسات القطاع الخاص، ونحب نشير انه مؤسسات القطاع الخاص معناها اكثر معناها صعوبه الاضراب ياثر فيها اكثر من مؤسسات القطاع العام اللي وراها الدوله وراها معناها اقل اشكالات، وضروري انه معناها الاضرابات هذه معناها نتفاداوها اقصى درجه بخصوص القطاعات اللي مرتبطه بالسوق الاجنبي، لانه عندما تتوقف النشاط في مؤسسات مرتبطه بالسوق الاجنبيه يقع معناها الغاء الصفقات والمؤسسه تولي حتى مهدده في وجودها، وضروري انه معناها ناخذ بعين الاعتبار الوضعيات هذه انه نحافظوا قدر ما يمكن من الامكان، وانا اعتقد انه النقابيين وعين بالشيء هذا، لكن ساعات المطالب وهي بطبيعه الحال طبيعه الثوره راهو انه المطالب تكون معناها سقف المطالب مرتفع. نعرفوا الوضعيه العامه للاجور ماشي معناها ماهوش الاجور اللي احنا نحبوها، احنا نحبوا اجور افضل من هيك. باش نعطيو مثال، مثلا المغرب السميق نتاعهم مره ونص قد السميق نتاع تونس، انا نعرفوا الشيء هذا بزنا ما ثم مجهود، لكن لازم الناس تتفهم. نعم والطبيب قداش ياخذ كيما قارنت السميك قارن الطبيب والفرملي في تونس؟ لا لا ما خديت السميك كمثال معناها باش يفهموه، معناها بطبيعه الحال معناها الاجور في الوظيفه العموميه في المغرب معناها مرتفعه جدا بالنسبه للصحفيين في المغرب معناها عندهم اكثر من الصحفيين في تونس، لكن في المغرب زاد كذلك عندهم نسبه بتاع فقر اكثر من تونس. طيب بناء ثقة بناء ثقة بين الاطراف المجتمعية هذا هو الامكانية الوحيدة، وانه نجموا نخرجوا من المآزق هذه وما نخليوش معناها انه الاضراب ساعات يولي يهدد وجود المؤسسة، ويزم معناها نكون واعين وانه معناها المهم هو تحسين تلبية المطالب ولا في حدود انه المؤسسة تبقى معناها متواصلة والدنيا ممتحة ومحافظ عليها. شو المطلوب؟ احنا نقول الحقيقة هو ما بعد الثورة ديما فما منسوب الحرية أكبر معناها بكثير، ولكن زاد نقول راهو مسؤولية نجاح الثورة هي مسؤولية الأطراف الكل، وأنه معناها تكثيف المفاوضات الاجتماعية والحوار الاجتماعي يراو من أهم الآليات اللي تنجم تعاوننا على إنجاح المرحلة هذه، وأنه تحقيق حد أدنى من السلم الاجتماعي مطلوب، لانه وضع اقتصادي ما يمكنش باش معناها باش يتعافى، ما يمكنش باش يتقدم، لانه اذا كان احنا نعتبروا انه معناها الاضرابات هذه مطالبها مشروعه بالفعل لان مطالب اكثرها اجتماعيه وتستحق نعطيوها اهميه، ولكن نراعيو زاده وضعيه البلاد باش يكون فما نمو اقتصادي راهو بالضروره، يعني باش يكون فما
قدرة الدولة، قدرة المواطن على تلبية المطالب هذه، ونتفهم جميعا هذه المرحلة الانتقالية. طيب سي قاسم، نقول أن السلم الاجتماعي رهين، الحوار الاجتماعي والحوار الاجتماعي إذا من يجي يكون محدد في السلم الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي إلا أقل شيء بزوز شروط. الشرط الأول هو المصداقية، يعني ما يقع فيه الاتفاق يطبق، حتى لا نجد أرواح أنفسنا ساعات إحنا أنفسنا متجاوزين، وهذا حتى إحنا يمس مصداقيتنا، ولما نكون عاجزين على تطبيق ما يقع فيه الاتفاق ما نجموش نشدوا لأنه تتجاوزنا الأمور وما نحبوش نقروا إحنا في الوضعية دي. اثنين، أني مسألة تناغم مختلف مؤسسات الدولة، ما تجيش الحكومة تعمل بالفعل اتفاق عقد اجتماعي فيه الإضراب مسيب، وكي يقول مسيب مش محبة في الأضراب، وإنما انطلاقا مما عرف عنا في ممارسته بالشروط المعمول بها لنص عليها القانون، ويجي كما قلت مجلس تأسيسي يعمل حاجة تنسف هذا الاتفاق، وهذه مشترى لأنه ما زلنا ما نعرفوش إيش ما زال يجي فيما يتعلق بالمشروع. القادم خير. سي مراد كلمتك حلوة، إن شاء الله القادم خير. باهي، على كل حال احنا نعرفوا تونس تو قاعده تتفاوض على اعداد تعديد هيكلي، معناها نعرفوا الاقتصاد التونسي يدخل في الدوامه نتاع مديونيه، والدوامه نتاع المديونيه هذه احنا نتمناو انه ما يدفعش الثمن نتاعها الشغال. علاش؟ لانه نعرفوا التجارب بينت انه بصفه عامه البرامج نتاع الاصلاح الهيكلي في صوره انه بلدان تكون يعني في وضعيات حرجه تبدا من الاول ب الحد من الدعم على جميع المستويات والبحث على تقنينه، كذلك البرامج هذه تحد من الترفيع في الأجور ومن الانتدابات. بصفة عامة البرامج هذه مبنية على تخصيص المؤسسات العمومية، وإحنا قاعدين نشوفوا اليوم فما برامج متاع إحداث هياكل لتدقيق مؤسسات عمومية كبرى في تونس، ولا سيما المالية منها. أيوة البديل إذا كان هذه، والله البديل أنه يكون عندنا هامش مناورة، وأنا نبحث على يعني هامش مناورة، هامش مناورة معناها نبحث على أول حاجة في التفاوض مع الهيئات المالية الدولية ما يلزمش يكون ثم إذعان. وأنت قلت لي يظهر لي الخميس الجاي صندوق الدولي، الخميس الجاي جايين وهم بصفة عامة ناس هذوما يمشيوا للإصلاحات الليبرالية والإصلاحات معناتها على مستوى القطاع البنكي وغيره 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 وتحريره إلى آخره، والتقشف معناها تقريبا به. هذا الكل ان شاء الله ما يكونش على حساب الشغال. البديل موجود راهو، هو احنا عندنا ثلاثه محركات الاقتصاديات بصفه عامه، يا الاستثمار يا الاستهلاك يا المديونيه، ما تنجمش تحرك اقتصادك من غير هذا. احنا توا ماشيين في نسق نتاع مديونيه الحق نتاع ربي، قاعدين نشوفوا فيها تتصاعد وزايده. عام 2012 خدينا 3889 مليون دينار ديون، ومنهم واخدينا زاده 1001 هبات. السنه بدينا اول العام مازلنا في التريمستر الاولى نتفاوض على 3590 مليون دينار، معناتها نسبه التدين قاعده تزيد، نسبه الاستثمار انا عندي نتاع الشهرين الاولى. ايوه الوضعيه هذه ما تطلبش سلم اجتماعي، معناتها تطلبش انه لا، هذه ما عندهاش علاقه بالسلم الاجتماعي، هذه عندها علاقه باداره الشان الاقتصادي اللي هو باش يضمن. خاطر شوف، اذا كان اقتصاديا الوضعية تكون مريحة، اجتماعيا بالضرورة باش تكون مريحة. مش كل وضعية مريحة، وهذا بدون ما يتدخل فيها لا اتحاد العام التونسي للشغل ولا غيره، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل ملحوظة، لا مش ممكن نسكتوا على كلام كناك. ملحوظة أخيرة بإيجاز به. إيه لا ما عادش معناها فما تهيؤات ساعات. لا فماش لا برنامج إصلاح هيكلي في تونس. لا مش إصلاح هيكلي. هو قال برنامج إصلاح هيكلي. لا قلت لك أداة تعديل هيكلي. تعديل. إنسترومون دجيستمون ستركتورال. أول حاجة، ثاني حاجة أرقام معناها. لا فماش ارقام، يعطونا هي الارقام اللي قال عليها هو رقم. انا معناها المديونيه، معناها المديونيه بتاع تونس معناها مازالت تحت ال 50% اللي هي معناها معروفه، هذه المديونيه المقبوله عالميا. ان شاء الله يكون التوجه كما نحو الاستثمار ودعم الحاجه الثالثه، معناها انتقادات وما قالش حاجه مهمه، منين نجيبوا الفلوس؟ لا لا مش دوري انا، راه جبت فلوس مش دوري انا شويه احلى. لا لا يعطيك الصحه سي مراد الحطاب، ما عندكش اقتراحات معناها، انت عندك بدون اقتراحات يرجع لنا الامن هكا ويزدهر الاستثمار في بلادنا داخلي والخارج. الحوكمه والحوار والمصداقيه
مراد الحطاب مختص في إدارة المخاطر الاقتصادية، شكرا لك. سي قاسم عفيل أمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل، شكرا لك. سيدة فريدة العبيدي رئيس لجنة الحقوق والحريات التأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي، شكرا لك. سيد الوزير وزير الشؤون الاجتماعية سيد خليل الزاوية، شكرا لك. ما ننساوش السيدة كلثوم كنو، السيد حسين العباسي، محرز الددي. إن شاء الله نكونوا وفقنا في طرح موضوعنا الليلة واللي حاولنا نجاوبوا فيه على سؤال كيف يمكن تحقيق المعادلة بين ممارسة الحق النقابي دون تعطيل مصالح البلاد والعباد، واللي حكاوا ضيوف الحوار بناء الثقة من جديد، وإن شاء الله تتواصل وكل الأطراف تتحمل مسؤوليتها. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.